طيب انا كده فوق بسجل المحاضرة. المفروض كده البرزنتيشن بتظهر عندك. المحاضرة دي بالنسبة لي هي محاضرة ريفيجن، وبكده هكون كملت الجزء بتاع الثيرموداينامكس، وإن شاء الله بعد الميد ترم دكتور تامر هيكمل معاكم الجزء الثاني اللي هو الهيت ترانسفير، اللي هو القسمين أو الشقين اللي بيقوم عليهم مادة الثيرمال باور انجينيرنج. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض على الهيت انجن، وعرفناه إنه لازم يكون عندي ثيرموداينامك سايكل، مجموعة من الإجراءات زي ما شفنا تبدأ من نقطة وترجع لنفس النقطة ثيرموداينامك سايكل. أحد الإجراءات بيبقى فيها إضافة حرارة، أحد الإجراءات بيبقى فيها طرد حرارة، المحصلة النهائية في عندي ورك نت. وعرفنا مع بعض إنه لما أطبق الفيرست لو على سايكل لازم سيجما الكيو تساوي سيجما الورك، أهو الفرق ما بين كيو هاي ماينس كيو لو لازم يساوي الورك نت. ومع بعض اتكلمنا على المفهوم الافشنسي بتاعت الفيرست لو اللي هو الثيرمال افشنسي، قد ايه انا استفدت من الهدف من الجهاز دوت او الانجن ده، ودفعت له في الاخر انرجي في صوره هيت، يعني منين؟ من اللي هو الفلوس يعني اللي انا دفعتها عشان اجيب بيها الوقود اللي احرق بيه، او الحراره دي جبتها ازاي؟ يبقى ده من ناحيه الانرجي ايه هو الجيفن، وانا استفدت ايه من ناحيه الجين، او ممكن الهيت ريت او الباور اللي انا استفدته كجين. وشفنا ان احنا ممكن نشوفها بالصيغه دي الورك نت على الكيو ان، او 1 ماينس الكيو لو على الكيو هاي، او 1 ماينس كيو اوت على كيو ان. طيب السايكل دي بقى لو عكسناها بيطلع عندي حاجه اسمها ريفريجريتور، ثلاجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي مكان وعايز ابرده، زي في الصيف كده الانسان شايف، انا شايف كده الراجل ده حران وعايز يبرد الغرفه اللي قاعد فيها دي، فبيعمل ايه؟ بيركب جهاز تكييف. ما هو التكييف ده اسمه ريفريجريتور، او الثلاجه اللي عندك في البيت اسمها برضك ريفريجريتور. طيب اللي احنا اتعلمنا مع بعض ان استحاله الميه هتطلع من ليفل اقل الى ليفل اعلى بوتنشال انرجي، مستحال لوحدها الا لما تجيب ترومبه وتعمل كده. بنفس الكلام مفيش حاجه اسمها حراره هتتنقل من عند 25 درجه مئويه تروح عند جو درجه حرارته 45 درجه مئويه او 50 درجه مئويه، استحاله. الحراره دي كده تتنقل كده ما ينفعش. امال ايه؟ دايما الحراره بتيجي من الاعلى للاقل، اهو في حراره جايه من الجدران من الجو بره 45 جوه الاوضه مسخنه الاوضه، انت بقى عايز تبردها او تخليها مكيفه او تخليها عند درجه حراره 25، بستخدم ثيرموداينامك سايكل برضك اهي، ببدا من نقطه وارجع لنفس النقطه. بس الفكره ان السايكل دي بتدور عكس عقارب الساعه، لما تيجي تبص كده عليها تلاقي عكس عقارب الساعه، وتلاقي انها محتاجه مني شغل عشان حبه هيت كده يتنقلوا من السيستم اللي انت بتتكلم عليه، وبتفقد انت في احد اجراءات السايكل دي حراره لمين؟ للجو. يبقى انا كده عندي بشتغل ما بين تي لو برضك وتي هاي، اهو نفس الفكره اللي فاتت. بص كده على الانجن كان شغال ما بين تي هاي وتي لو، بس خد بالك الاشارات كنت باخد كيو هاي من تي هاي، وباخد الكيو لو دي بلقيها او بنقلها للريزرفوار اللي عند تي لو عشان احصل على الورك نت. كانك عكست اللعبه دي كلها. عكستها ازاي؟ اهو انا في ورك ان هو اللي هدفعه اللي هو مثل الورك نت، وفي المقابل في كيو لو هتتاخد من درجه حراره قليله. يبقى كده كانك نقلت حراره من درجه حراره قليله الى درجه حراره اعلى، اهو من 25 درجه مئويه نقلتها الى 45، بس بشرط دخلتها في سايكل ودفعت في المقابل ورك. من غير قصه الورك ده ما كنتش انت هتعرف تنقل الحراره من اقل الى اعلى. ده اللي هو فكره الثلاجه او التكييف اللي عندك في الصيف، التكييف في الصيف. طيب السايكل دي بقى لما اجي احاسبها او اشوف أدائها هقيمها ازاي؟ ما هو نفس الكلام، الجين على الجيفن. ما هو ايه هو الجين؟ انا هدفي مين؟ الثلاجه، يبقى الكيو لو. طب ومين الجيفن؟ الورك نت. عايز تتعامل بصيغه الريت، اهو الهيت ريت اللي انت خدتها من الاكل في الثلاجه، او اللي خدتها من حراره الغرفه عشان تخلي الغرفه عند 25 درجه مئويه. ايوه، ودفعت كهرباء او باور الكتريك باور بالمنظر ده. الترم ده غالبا ممكن يبقى اكبر من واحد، فعشان كده ما حدش بيسميه efficiency، ما بنسميه حاجه اسمها معامل الاداء coefficient of performance. بس انت بتتكلم على مين؟ بتكلم على ثلاجه. يبقى coefficient of performance اللي هو قد ايه كيو
انا استفدت بيها لو على مقدار الباور او الورك اللي دفعته ان. جميل. طيب نفس الثلاجه دي كان ممكن، او التكييف بمعنى اصح اللي عندك في البيت ده، انت ممكن بس لو رحت الناحيه الثانيه هتلاقي ان في وحده خارجيه وواحده داخليه. الوحده الداخليه دي بتعمل تبريد، والوحده الخارجيه لما هتحط ايدك كده حواليها كده تلاقي هواء سخن او صهد طالع منها. ايه رايك بقى لو استخدمناها في الشتاء؟ يبقى ادي الغرفه بتاعتي او ادي البيت بتاعي اللي انا عايز ادفيه في الشتاء، عشان كده عم تركب له حاجه اسمها هيت بامب. هو نفس الجهاز، نفس السايكل، نفس الاربعه بروسيسز اللي عندنا، وبنلف عكس عقارب الساعه، نفس الكلام اهو، وهياخد مني كهرباء. بس المره دي انت هدفك مين؟ الكيو هاي. يبقى انا هدفي البيت عند 25 درجه مئويه، لان الجو بره عند 5 درجات مئويه او ناقص حتى 5 درجات مئويه، فهاخد منه كيولو. هاخد في احد الاجراءات كيولو، وهنقلها الى درجه حراره اعلى، بس بشرط لازم في يكون ورك الدفع. طب ما في الحاله دي بدك لما اجي احسب السي او بي الكوفيشنت اوف بيرفورمانس، بس هنا في الحاجه اللي بيسميها هيت بامب، مضخه حراريه، مضخه حراريه. ايه هو الجين؟ الحقيقه ان الجين دلوقتي بقى هو الكيو هاي، واللي انا دفعته ورك نت هو ده الانبوت او الجيفن. طيب ناخد بالنا من حاجه، انت عارف ان الكيو هاي ماينس الكيو لو يمثلوا الورك نت. يعني ممكن اعوض بالطريقه دي، بقول ايه؟ ان الكيو هاي ده ما هو الا الكيو لو زائد الورك نت، ما هي نفس النتيجه واحده. طب ما تعوض بالترم ده هنا، يحصل ايه؟ الاقي ان السي او بي بقت كيو لو زائد ورك نت. طبعا انت بتقسم على الورك نت، يعني معنى كده انك بتقول كيو لو على ورك نت بلس واحد. ايه ده؟ الترم ده يمثل لك مين؟ ما هي دي السي او بي بتاعت الهيت بامب. طب امال الترم ده اسمه ايه؟ السي او بي بتاع الثلاجه. يبقى السي او بي نفس الجهاز التكييف اللي عندك في البيت، بس بشرط انت بتستخدم الفريون وبتعكس اتجاهه بس في الصيف والشتاء، مش بتستخدم هيتنج اليمنت. انا ما بتكلمش على التكييفات اللي متركب فيها هيتنج اليمنت، انا بتكلم على التكييفات اللي هي نفس جهاز الفريون بيشتغل سخن وبارد. فتلاقي ان ادائها، معامل ادائها في الشتاء احسن كمان من الصيف بزياده واحد. يعني لو كانت كفاءتها في الشتاء 200% ممكن يكون كفاءتها في الصيف 300%، يعني انك هتجمع عليها واحد. خد بالك انت حولت نوع غالي من الطاقه الى نوع رديء من الطاقه، عشان كده طلعت اكبر من واحد، مفيش مشكله. انما العكس كان هو الصعب. ادي الفرق ما بين الهيت بامب وبين الريفريجريتور والموضوع السي او بي. تعال نشوف السايكل دي شغاله ازاي، عشان بس يبقى ايه يعني واقعيا ابقى عارف. الحقيقه انها مكونه من اربع كومبوننت. اول حاجه اسمها الكمبريسور، والكمبريسور دوت بيضغط الغاز اللي هو الفريون، يعني بيجي لي فريون درجه حرارته ولتكن ناقص 5 درجات مئويه، مفيش ما يمنع ذلك، فريون. الفريون دوت جاي عند ناقص 5 درجات في صوره ايه؟ ساتوريتد فيبر، اهو ساتوريتد فيبر. يخش الكمبريسور، الكمبريسور يعمل فيه ايه؟ يضغطه، يتحول الى سوبر هيت. ايه ده؟ ده احنا رجعنا للبيور سبستنس. درجه حرارته كام؟ بقت 70 درجه مئويه. ايه ده؟ من ناقص 5 ل 70. ايه المشكله؟ يفضل هو ماشي في السكه عمال يبرد 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 لغايه لما يوصل عند 50 درجه مئويه مثلا. 50 درجه مئويه دي اكبر من درجه حراره الجو، التي اتموسفير في الصيف اقصى حاجه بتوصل لها مثلا 45، ستيل تي بتاعت الكوندنسر، الجهاز ده اسمه الكوندنسر، اعلى منه. طب هيعمل ايه بعد كده؟ بعد ما يوصل ل 50 حالته ساتوريتد فيبر، هياخد حراره منه تتحول الى ساتوريتد ليكويد. طيب وبعد ما خدت ساتوريتد ليكويد اعمل ايه؟ تاني سايكل تاني. انا كان عندي غاز ساتوريتد فيبر، ضغطته في الكمبريسور بقى سوبر هيت، بردته شويه كمان في السكه لغايه لما وصلت لحاجه اسمها الكوندنسر. كلمه كوندنسر يعني مكثف، يعني هيبرد الغاز ويحوله لي من فريون فيبر الى فريون ليكويد ساتوريت ليكويد، بس عند ضغط ايه؟ عند بي هاي، ضغط عالي بي كوندنسر. وبعد كده يعدي على حاجه اسمها المحبس الاكسبانشن فالف. شفت المحبس اللي هو اجراءه اتش كونستنت لو انت فاكر، بيخفض الضغط اهو، الضغط قل من بي هاي الى بي لو. فلما الضغط قل كمان التمبريتشر بقت تي لو، اللي هي كام بقى؟ ناقص 5 درجات مئويه. يوم يحصل ايه؟ فريون عند ناقص 5 درجات مئويه، شايف قدامه هواء سخن او شايف قدامه اكل حرارته عاليه، هيحصل ايه؟ هياخد منه حراره. لما يكون عندي الاوضه عند 5 مثلا ثلاجه، لما يكون الاكل مثلا او ميه عايز تجمدها او تكييف الجو الاوضه عند 25 اهو، هياخد منها حراره ويتحول الفريون ده من ليكويد
الى غاز وهكذا. فالسايكل دي انت ممكن تقول ان ايه الكمبريسور ده والكوندنسر، سوري المحبس والكمبريسور، كما لو كانوا بيقسموا السايكل دي نصين، نص هنا اللي هو الهاي بريشر والنص التحتاني ده اسمه اللو بريشر. ده جهاز اسمه مبخر او ايفابوريتور. ليه؟ لان الفريون تحول من ليكويد تحول الى فيبر. طب وده كوندنسر، ليه سموه كوندنسر؟ عشان بيحول من فيبر الى ساتوريتد ليكويد. طيب وبيفقد حراره، ايه ده في حراره خارجه هنا اسمها كيو كوندنسر، امال هنا دي حراره انبوت اسمها كيو ايفابوريتور او كيو ان، هي دي كيو اي وكيو لو اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فخدت حراره من درجه حراره قليله وقدرت ترميها للجو اللي عند درجه حراره 45، بس من غير ما كنت هتدفع كهرباء في الكمبريسور، عمر ما كان الكلام ده هيحصل. طيب السايكل دي اتعامل معاها ازاي؟ السايكل دي تاني اهي كده، لما اتعامل معاها انا عندي كام مكون؟ اربع مكونات. لو انت خدت بالك احنا كده بنلف عكس عقارب الساعه، انك فاكر احنا كنا بنتكلم على رانكين سايكل، احنا هنا بنلف عكس عقارب الساعه على التي اس دايجرام. نفس الكلام اللي انا كنت بقوله مره فاتت، انا بشتغل ما بين خطين اتنين ضغط اهو، ادي لو قطعت السايكل دي بالنص كده، الاقي ان الكمبريسور والمحبس عامل لك حاجه اسمها هاي بريشر اللي هو اللي فوق، وحاجه اسمها لو بريشر، يبقى انا بشتغل ما بين خطين ضغط. عشان كده على الخريطه على التي اس دياجرام انا فعلا عندي حاجه اسمها الهاي بريشر اهو، وعندي اللو بريشر اللي هو مين؟ ضغط المبخر، ضغط الايفابوريتور او الضغط القليل، وضغط الكوندنسر اللي هو الضغط الهاي، اي الضغط اللي احنا بنتكلم عليه. الايفابوريتور ده هيعمل ايه؟ هياخد ليكويد من الفريون ويحوله لك الى ايه؟ الى فيبر. طب الفريون ازاي مثلا ضغطه؟ انت بتتكلم على 2 بار؟ 2 بار، ايه المشكله؟ بس حالته ايه؟ بيحصل فيز تشينج عند 5 درجات مئويه. ايه اللي يمنع؟ ما زي الميه عند 1 بار بتغلي عند 100، ولما تغير الضغط تتغير درجه الحراره اللي عندها الغليان. كل ما ادي ليها طبيعه، فطبيعه الفريون انه بيغلي عند ضغط معين درجه الحراره تكون بالنيجاتيف، ايه المانع زي يعني ايه يمنع ذلك؟ وممكن الاقيه مثلا هنا عند 10 بار بيغلي عند كام؟ عند 50 درجه مئويه، ايه المانع في كده؟ طيب بس ايه اللي انت عملته؟ اللي لاحظوا ان نقطه واحد اللي هي خارجه من الايفابوريتور دي حالتها ايه؟ ساتوريتد فيبر، يا دوبك فيبر. عشان كده مكانها فين؟ اهو على الخريطه، نقطه اللي هي ساتوريتد، خط اللي هو قلنا عليه لكن ساتوريتد فيبر لاين، تقاطعه مع الضغط اهي، ادي نقطه واحد. هيدخل بعد كده الفريون ده عند مين؟ على الكمبريسور. لو انت فاكر اتكلمنا مع بعض في المحاضرات اللي قبل كده ان الكمبريسور بنعتبر الاجراء بتاعه ما دام ما قالكش حاجه اس اي كونستنت، يبقى هيفضل يضغط يضغط، يعني هيتنقل من الضغط القليل للضغط الكبير من غير ما يعمل اي تاثير في الانتروبي. ده ثيوريتيكال، لكن اكشولي في فريكشن وفي وفي، لكن احنا بنعتبره معزول وبنعتبره فريكشنلس، والتالي ايزنتروبيك، يعني هيمشي اس كونستنت لغايه لما يوصل نقطه 2. نقطة 2 دي لو بتبص على الخريطة هي عند درجة حرارة كام؟ حوالي 70 درجة مئوية. طيب تخيل بقى ماسورة ماشية في الجو اللي عند 45، هتعمل إيه الماسورة دي؟ هيفقد حرارة للجو، فدرجة حرارة عمالة تقل تقل تقل، لغاية لما وصلنا لغاية كام؟ أهو ساتوريتد فيبر عند كام؟ عند التمبريتشر بقى اللي بنسميها تي كوندنسر، أهي اللي هي 50 درجة مئوية مثلاً. 50 دي تقدر ترمي حرارة للجو، مفيش ما يمنع. طيب وبعد ما تعدي بقى في الجهاز ده اللي هو اسمه الكوندنسر، أهي حولتها من فيبر الى ساتوريتد ليكويد. ايه ده؟ يبقى انا عندي نقطتين مميزين في السايكل دي. نقطه رقم اللي هي خارجه من الايفابوريتور حالته ساتوريتد فيبر عند البي لو، واللي خارج من الكوندنسر المكثف ساتوريتد ليكويد عند البي هاي. اهي ادي نقطه رقم 3 النقطه دي. السؤال بقى هتمشي من 3 ل 4 ازاي؟ نخفض الضغط. تخفيض الضغط ده بيتم ازاي؟ الحقيقه عن طريق اسهل حاجه وارخص حاجه اللي هو المحبس. المحبس ده بيعمل ثروتلنج يعني اتش كونستنت، شفنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت ازاي بنتعامل مع الفيرست لو على المحبس وطلع فعلا اتش كونستنت. طب على الخريطه دي اقسمها ازاي؟ ادي خط بتاع اتش كونستنت اهو. فده هينزلني من ضغط عالي لضغط اقل. من تمبريتشر عاليه الى تمبريتشر ناقص 5 درجات مئويه مثلا. بس خد بالك نقطه اربعه حالتها ايه؟ هي ميكتشر خليط فريون ليكويد وفيبر، غالب اغلبيته ايه؟ ليكويد. لما يجي عليه الحمل الحراري، يعني انت وانت قاعد في الاوضه كده بتنقل حرارتك للهواء والهواء ينقله للفريون، تتكلم على الاكل اللي في الثلاجه بينقل حرارته للايه؟ للهواء اللي في الثلاجه، يروح ينقله لمين؟ للفريون. يقوم يحول الحراره دي تحول فيز تشينج من 4 اللي هي الليكويد
تحوله الى غاز. يبقى انا كان عندي غاز وليكويد، الليكويد هو اللي هيتحول الى فيبر، يطلع عند نقطه واحد. ادي السايكل بتاعه الريفريجريتور او الهيت بامب. يتبقى حاجه واحده، انت مستخدم انهي حته عشان تستفاد بيها؟ والله مستخدم الكيو هاي ومركبها عندي في الاوضه، يبقى ده كده هيت بامب. لا لا لا، انا مش مشغل الايفابوريتور عندي هو اللي في الاوضه، او انا هو مشغل بيه الثلاجه، يبقى هو ده كيو لو هو المستفاد بيه، يبقى ثلاجه بس اسمها ريفريجريتور. طيب بعد ما فهمنا السايكل دي بتشتغل ازاي وهدفها ايه، تعال نعمل الاجراءات بتاعتنا، نعمل اناليسيس. ايه هو الاناليسيس؟ فيرست لو. ها طب كده الفيرست لو على الايفابوريتور، ما هو كيو ما فيش عندي باور، يبقى الكيو فابريتور هتساوي فرق ماس بتاعت الفريون اللي ماشيه في السكه ده ما بين نقطه واحد واربعه. اي نعم هي سايكل، واي نعم هي كلوزد، ولكن كل اجراء منه هو عباره عن اوبن سيستم، اهو الماس بتاع عبور الباوند. طيب يبقى كده لو قدرت اجيب اتش 1 واتش 4 الاوتلت والانلت للايفابوريتور في الماس بتاعت الفريون، هجيب قد ايه كيو ايفابوريتور. بعد كده اروح للكمبريسور. ها طبق الفيرست لو على الكمبريسور، ما عنديش كيو دوت بعتبره ايزنتروبيك، يبقى بزيرو ماينس الباور هتساوي ام دوت فرق الاتشات على الكمبريسور من 2 ل 1. طب ليه هيطلع رقم نيجاتيف؟ لان اتش 2 اكبر من اتش 1، يعني الطرف اليمين ده بوزيتيف والطرف الشمال اصلا فيه نيجاتيف. ايوه لانك بتدفع ورك للسيستم. جميل. امال هنا بقى في الايفابوريتور اتش 1 اكبر من اتش 4، لان انت بتسخن الفريون، انت بتضيف حراره للسيستم، فلازم يطلع الكيو ايفابوريتور بوزيتيف. طيب وبعدين نيجي للكوندنسر، خدت فريون غاز حولته لليكويد بس فقدت حراره، نقلت حراره للجو. طبق الفيرست لو، كيو ماينس الباور، ما عنديش باور، يبقى كيو كوندنسر هيساوي ام دوت فريون ها في دلتا الاتش. خد بالك ان اتش 3 اقل من اتش 2، يبقى الرقم اللي على اليمين ده نيجاتيف. طب ايه معنى كلمه نيجاتيف؟ ايوه الحراره خارجه من السيستم اللي هو الكوندنسر. المحبس اتش كونستنت، خلاص انا هعمل اتش كونستنت. يبقى دي شكلها على الخريطه، ادي الاناليسيس بتاعتنا. عايز تحسب بقى السي او بي؟ طب ما انا لما اجي احسب السي او بي واضح جدا ان مشكلتي ان زي ما كنت المره اللي فاتت كنت بتكلم على رانكن سايكل كنت بجيب اتشات، طب ما انا هنا برضك هجيب اتشات، بس لو كنت بجيب هناك اسمها اتشات الميه، هنا هجيبها من جداول مين؟ الفريون، جداول الفريون. طب اجي احسب السي او بي ازاي؟ اهو ما هو الكيو على الورك. طب ما هو الكيو انت لسه قايل كيو دوت ايفابوريتور على الباور، طب ما ده بيساوي ام دوت ريفريجرنت في فرق الاتشات لو انت فاكر كانت من 1 ل 4. طيب والباور ما هي كانت ام دوت برضك في فرق الاتشات ما بين 2 و1. ايه ده؟ الماس هتروح مع الماس، يعني كانك بتتكلم على الكيو سبيسيفيك لو على الورك نت او ورك ان في الاخر سبيسيفيك. هي يعني من الاخر لو جبت اتشات من الخريطه او من الجدول بتاع الفريون هتقدر تحسب السي او بي لما تكون بتتكلم على ثلاجه بنفس الكيفيه. لو بتتكلم على هيت بامب المره دي انا عايز اجيب كيو هاي، طب ما انا عارف ان كيو هاي بتساوي ام دوت فرق الاتشات على الكوندنسر من 3 ل 2، خد المودلس. ها والكيو انبوت كان اللي هي ام دوت فرق الاتشات من 2 ل 1، الام دوت تروح مع الام دوت، برضك بنتكلم على كيو سبيسيفيك هاي على ورك ان سبيسيفيك، يطلع السي او بي. بس خد بالك ان السي او بي هيت بامب هيبقى قد ده بلس كام؟ بلس 1. واضح يا شباب احنا هنعمل فيها ايه؟ نفس الاجراءات اللي انت عملتها في السايكل بتاعه الرانكن سايكل اللي كنا بنطلع منها كهرباء، هي نفس الايه؟ القصه مع الثلاجه. تعال نشوف مثال كده عشان يبين لنا احنا بنعمل ايه. بيقول لك تعال تخيل كده انا عندي هيت بامب بتدفي البيت. البيت ده عشان تحافظ على حرارته عند 20 درجة مئوية في الشتاء والجو بره عند ناقص 2، الجو بره عند ناقص 2، فأنت لازم تعوض الحرارة اللي الجو بيفقدها. المنزل ده بينقد حرارة كام؟ 80,000 كيلو جول في الساعة، فلازم الكيو هاي تعوضها. كده انا فهمت من الفيرست لو لازم الكيو هاي تكون قد ايه؟ بتساوي نفس الرقم ده عشان يفضل البالانس على الهاوس ده، احافظ على التمبريتشر بتاعته ثابت. هو مديني السي او بي بتاع الهيت بامب دي ب 2.5، يعني 52%. فبيسالك ادفع كهرباء قد ايه؟ وبنستعين بحراره من بره كيو لو قد ايه؟ ها نعمل ايه في القصه دي؟ عندنا القانون بيقول لي سي او بي بتاعه الهيت بامب ايه الجين؟ الكيو هاي. وايه الباور؟ اهو انا عندي ده مجهول، سي او بي ب 2.5
الكيو هاي ب 80، خد بالك بقى 1000 كيلو جول ماشي، بس على على اور خلاص خلي، يا اما تسيبها وتطلع الكلام ده بالكيلو جول بير اور ما فيش مشكله، او تقسم على 3600 عشان تحولها تجيبها كيلو جول بير سكند، براحتك. بعد ما جبنا الورك دوت او الباور، طب ما انا عارف من الفيرست لو ان الكيو دوت هاي ها لازم تساوي الكيو دوت لو زائد الباور الورك نت. انا عندي الرقم ده لسه جايبه، وانا عندي الرقم ده من الاول معروف، المجهول الوحيد هو كيو دوت لو. يعني هنا ده بتحسب قد ايه، يعني لو شغلت التكييف ده في الشتاء هيقدر ينقل لي حراره قد ايه من المكان، ويبقى كفاءته كام في الحاله دي؟ هتبقى كفاءته 1.5، يبقى سي او بي في حاله الريفريجريتور لو شغلته كريفريجريتور يطلع 1.5. طيب تعال نشوف مساله كمان ثانيه، بيقول لي انا عندي ثلاجه بتحتفظ. نعم يا شمس، ممكن الجزء بتاع كيو دوت هاي بتساوي كيو دوت لو بلس الورك نت، قانون جه منين تاني عشان انا ما خدتش بالي؟ باشمهندس مش انت عندك ده سيستم اللي هو ايوه السايكل كلها على بعض؟ مظبوط. وقلنا سيجما الكيو لازم تساوي سيجما الورك، ده على تمام سايكل. تمام حاجه تانية، بص كده على الدايره دي كانها من بعيد كده كانها سيستم اهو، مش الانبوت تساوي الاوتبوت اهو، ادي ورك نت ها، وخرجت كيو هاي ودخل له كيو لو، تمام مجموع الاثنين دول انبوت لازم يساوي الاوتبوت. اوكي تمام. طيب نيجي للسؤال اللي بعديه، بيقول لك عندي في المطبخ ركب ثلاجه، الثلاجه دي بتستهلك 2 كيلو وات كهرباء، في مقابل انها تقدر تنقل حراره من الاكل 360 كيلو جول لكل منت، بس بتحافظ على درجه حراره الايه الاكل عند كام؟ عند 4. ايه اللي هو عايزه؟ بيقول لك يحسب السي او بي، وعايز يعرف الكيو هاي اللي بتروح للمطبخ، المطبخ بيسخن بسبب القصه دي بالظبط. خلاص يبقى عندنا السي او بي بتاع مين؟ بتاع الريفريجريتور. ايه هو الجين؟ الكيو لو. طب وفين الباور؟ الورك دوت الكهرباء. بس خد بالك من الوحدات بقى، يا اما تحول دي لكيلو جول بير مينت، يا اما تحول الكيلو جول بير مينت لكيلو وات. طبعا الاسهل احول 360 ها كيلو جول على 60، يبقى كده حولتها بير سكند يعني بقت كيلو وات، وبالنسبه للباور عندي ب 2 كيلو وات قدرت اجيب ايه؟ السي او بي. طيب بنفس الفكره، ما انا عندي كيو هاي دوت بتساوي الباور زائد الكيو لو، طب انا جبت ده وده عندي من الاول ب 2. ثاني سؤال حضرتك، في السي او بي ريفرنس الكيو دوت يا على بلاش مش ريفرنس، سي او بي ريفريجريتور 360 على الريشيو بتاع الباورز 30. ايه المشكلة يا باشمهندس؟ لا ما فيش حاجة، أنا كان في بارادوكس افتكرته بس فكرته بس إيه، لا انحل عندي. شكرا. طيب ماشي اوكي. وبالتالي أنا معايا قيمة الكيو لو ومعايا قيمة الورك إن أو ورك نت، هو يبقى يديك كده في الآخر كيو هاي بكام؟ لو بنبص عليها بالأرقام أهي، آدي السي أو بي بتاعت التلاجة، عندي حولتها هنا الكيو لو وحولت التاني برضه بنفس الكلام لجول بير مينت، مفيش مشكله يعني انا ضربت في 60 على واحد او العكس، يا اما تشتغلها كلها بالكيلو واط يا تشتغلها بالكيلو جول بير مينت، من النتيجه واحده في الاخر. القانون بتاع السي او بي اهو، وقانون فيرست لو على سايكل اهو. طيب نيجي للجزء اللي كان اصلا اللي فات ده كان بقيه المحاضره اللي فاتت، لكن النهارده عايزين نتكلم على المراجعه، نراجع مع بعض. فانا عايز اسمعكم انتوا اكتر من ان انا اتكلم يعني. بيقول لي عندي لارج تشامبر، الشامبر ديت او الغرفه دي موجوده فيها سيبريشن كده زي حاجز كده، فيها كومبارتمنت 1 اهو زي ما انت شايف على ايدك الشمال، وعلى ايدك اليمين كومبارتمنت 2. في بينهم فرق في البريشر، في بريشر ديفرنس، في عندنا بريشر ديفرنس، والجيج بتاع اي اللي هو ده ما بينك وبين الاتموسفير الجوي قال لك 300 كيلو باسكال، والجيج بتاع بي قاري 120 كيلو باسكال. اذا كان الضغط الجوي اصلا في اليوم ده في المكان ده كام؟ 720 ملي متر زيبه. عايزين نعرف الابسوليوت بريشر اللي موجود في واحد واثنين، عايزين نعرف بي ابسوليوت عند واحد بكام؟ وبي ابسوليوت عند اثنين بكام؟ او بمعنى اصح تاني، هي السي بقى ده هيقرا كام جيج؟ يلا يا شباب
طب أول حاجة نجيب ال atmosphere. بي اتموسفير، ما احنا ممكن نجيبه بي بتساوي رو بتاع الزيبق جي اتش الزيبق، فانا عندي 13600 في 9.81 ها في الاتش دي بوينت، طبعا وحدات اس يونت 7.2، الرقم ده كده عرفناه. ها وبعدين وحضرتك بتدينا الدنسيتي بتاعت الميركري يا باشمهندس، مش محتاجه يعني 13600. بعد كده نجيب الـ pressure absolute بتاع 1، إن هو مدينا الـ gauge 300. فلو أنا عايز أجيب B absolute بتاع 1 هيساوي ها B gauge صح بتاع A زائد الـ P atmosphere زائد الـ P atmosphere، تمام معايا دوت، ومعايا اللي هو ال 300 كيلو باسكال. يعني لو قلنا ده 100 كيلو باسكال من الآخر، يعني ده تقريبا 100 كيلو، ده هيطلع تقريبا 100 كيلو باسكال، والبي جيج 300، يبقى انا بتكلم على بي ابسوليوت هنا ب 400 كيلو باسكال او 4 بار يعني. جميل، بس الجيج بتاع بي بيقرا كام؟ 120. حلو، وبعدين 120. ايوه اكمل بقى، اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب اتنين تجاوب ولا ابن واحد واثنين يا دكتور؟ تمام، هو الفرق ما بين A وبي 120. يبقى ناخد بالنا ان بي جيج بتاع بي هو الفرق ما بين بي واحد ماينس بي اتنين. تمام، فتبقى بي اتنين بتساوي بي واحد ماينس البي جيج. بالظبط، فانا عندي رقم ده 120 وده احنا لسه مطلعينه ب 400، ها يبقى المجهول وحيد بي اتنين 280 كيلو. تمام، نيجي بقى لاخر حته، السي دي بقى تقرا كام؟ البي جيج يا راجل 180، ما انا عندي 280 جوه وفرقها عن الضغط الجوي 100، فيبقى 280 ولا 180؟ دي 280. ماشي 280. تمام، هتعمل ايه؟ هتقول بقى انها عباره عن الفرق ما بين سي وما بين بي اتموسفير. بي اتموسفير ب 100، ودي بكام؟ ب 280، يبقى المجهول الوحيد هو بي سي اللي هو ب 180 زي ما انت قلت. جميل، طيب تعال نشوف مسألة اللي بعد كده. بيقول لي عندي غرفة، الغرفة دي ويل انسوليتد، يعني بعتبرها معزولة فعلا، يعني أبعادها 3 في 4 في 6. كانت في الأول عند 7 درجات مئوية. ركبنا فيه حاجة اسمها رادييتور، رادييتور ده اللي هو يعني مشع يعني، أو جهاز هيت اكشنجر بينقل حرارة. لما تروح بلاد أوروبا كده تلاقي إيه دايما يركب لك الدفاية دي، عبارة عن ستيم معدي أو زيت معدي أو مية غالبا سخنة بتسخن المكان، مية سخنة تعدي في المواسير دي تقوم تدفي الأوضة. لكن هو ما عملش كده، هو استخدم ستيم، بحيث إنه حجم الراديتور ده كان 15 لتر، ملاها بسوبر هيتد ستيم عند 200 كيلو باسكال وعند 200 درجة مئوية. يعني هو قال لك من الأول ستيت 1 للستيم ده هي 200 كيلو باسكال و200 درجه مئويه. في اللحظه دي عمل ايه؟ راح قافل على المحبس، قفل المحبس، فاصبح الرادييتور ده بقى اصبح كلوزد ايه فوليوم وكلوز سيستم. راح مشغل مروحه 120 واط بتزق هواء عشان توزع الهواء السخن على الاوضه كلها، يبقى كلها هوموجينيس كده في درجه الحراره. فالبريشر بتاع الجو كام؟ 100 كيلو باسكال. طيب ولكن سوري، البريشر بتاع الستيم ده بعد شويه هيحصل فيه ايه؟ بعد مرور 45 دقيقه، ما هو حراره عماله تفقد من الستيم، فالستيم ده اللي كان عند 200 كيلو باسكال هيوصل لغايه كام؟ 100 كيلو باسكال بعد مرور 45 دقيقه. وبيقول لك اعتبر ان السي بي بتاعت الهواء كونستنت، عايز يعرف الافريج تمبريتشر بتاعت ايه؟ للهواء، الهواء ده سخن من كام لكام خلال 45 درجه اذا كان الضغط الجوي ب 100 كيلو باسكال. انا كده شرحت المساله، عايزين بقى حد يحل المساله. مفيش حد يحل المساله يا باشمهندسين؟ بس ايه انا بحل، بس بفكر في المعادلات الصح. لا 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 لا، اول حاجه فين السيستم؟ اللي هو السخان والمروحة في الأوضة. لا لا، الأوضة أنا عندي تو سيستمز، عندي الاير بتاعت الروم والأوضة. الروم ده في حد ذاته سيستم، والراديتور ده سيستم رقم اتنين، واحد منهم اير فده هيبقى ايديال،
والتاني ستيم، ده بيور سبستنس وده عبارة عن هيت اكشنجر، يبقى الكيو اللي خرجت من الستيم هي بالظبط اللي راحت للغرفة. عادي خطوات حل المسألة. أول حاجة أنت عايز تعمل إيه؟ أنا عايز أوصل في الآخر هو طالب مين من الآخر؟ هو عايز إيه؟ الهوا كان عند 7 صح؟ هيوصل يبقى كام بعد مرور 45 دقيقة؟ دي موجودة فين؟ يعني الترم بتاع التمبريتشر ده لاقيه فين يعني؟ ام سي دلتا تي الهيت اللي طالعة هتبقى من الستيم راديتر هتساوي ام سي دلتا تي. عايزين نمشي خطوات كده بشويش، واحدة توصل للتانية. مش ممكن اجيبها من بي في ايكوال ام ار تي؟ هتجيب ايه من بي في ام ار تي؟ يعني لو قلت بي الهواء اللي هو عند 100 كيلو باسكال في الفي اللي هو مدهولك بتساوي الماس بتاعت الاير، ايوه، في ار في انهي تي؟ التمبريتشر اللي هي السبعة اللي موجود اللي كانت عندي في الاول. سبعة او بسبعة؟ لا سبعة زائد 273. دي اللي هتديني الماس بتاعت الهواء. ماشي كويس، جبنا الماس بتاعت الهواء. ما انا عشان كده بقول لكم يعني طريقه التفكير هي اللي فيها مشكله، عايزين ندور على طريقه لما نمشي من وراها خلي المساله هي اللي تجايد يو، هي اللي تقول لك هو عايز مين؟ عايز تمبريتشر اللي زادت دي فين؟ دي يعني دي موجوده فين؟ بنجيبها يعني ايه القوانين اللي فيها اللي خدناها فيها تمبريتشر وليها علاقه بالموضوع ده؟ ال phase change pure substance. احنا بنتكلم على اني اول سيستم، بنتكلم على الاير ولا بنتكلم على الستيم؟ نخلص من الستيم الاول. هو طالب ايه يا باشمهندس؟ بيقول لك هو بيقول لك هات لي الافريج عايز تمبريتشر في بعد 45 دقيقه. طب هو انا مش بعد ما جبت الماس كده ممكن اجيب كميه الحراره اللي هيكتسبها في ال 45 دقيقه دي وبعد كده احول تاني في البي بي كولينر؟ ايوه قول، انا عايزك تقول ازاي اعمل ايه. ابلاي فيرست لو، انا عندي ورك ان ب 120 واتس. ابلاي الفيرست لو على الاير، هو ده القانون اللي فيه تمبريتشر كيو ماينس الباور مع كيو دوت هيت ريت ماينس الباور هتساوي ها ده كلوز سيستم ولا اوبن سيستم؟ Closed. يبقى هعوض بدلتا يو، بس دي يو دوت ازاي يعني يو على تايم عشان تظبط معايا يعني ماس في ما هي دي هفكها بام دلتا يو سبيسيفيك اللي هو ماس في سي في ها تي فاينل ماينس تي انيشال صح كده. تي 1 بكام؟ ب7. تي 2 بكام؟ اي دي المجهول. طب والسي في؟ ما خلاص ما احنا عارفين بقى من الاول ان السي في بتاع الاير اللي هو ار على جاما ناقص 1 والجاما بتاعت الاير 1.4 والار دي اللي هي 8.314 على الملوكلر ويت 29، الرقم ده في الاخر هيطلع 0.287 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن، يعني من الاخر السي في دي 0.717 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن. والماس هي دي بقى اللي ودتني للسكه اللي انتوا قلتوا، يعني الفيرست لو هو اللي هيوديني اروح اجيب مين؟ بي في بتساوي ام ار تي، التي انت عندك ب7 زائد 273، الار عرفتها، الفي عندك، البي عندك، المجهول الوحيد الماس، فجبت الماس. التايم خلاص الار بتاع الار اصبر عليا اصبر عليا، التايم بكام؟ 45، 45 في 60 يبقى بشتغل اس اي يونت. ما عنديش باور، لا عندي ولا ما عنديش؟ ولا اجيب ورده واقعد اقول عندي ولا ما عنديش؟ وات الفان؟ عند 120، بس خد بالك انت شغال بالكيلو وات ولا بالوات؟ بالكيلو. بالكيلو، يبقى لازم الرقم ده اقسمه على 1000. حاجه تانية، لما هتيجي تعوض هتعوض عنها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. شوف كل التريكات موجوده في المساله دي اهو، و 120 على 100 ولا على 1000؟ على 1000 عشان احولها لكيلو. طيب والكيو دوت؟ ما اعرفهاش. ايه ده؟ يبقى انا عشان احل المساله دي واجيب التي اللي هي تي 2 الانون ده لازم اكون معايا، يبقى شوف المساله هي اللي بتدفعني اروح اجيب الترمات دي بكام. طب ما انا عارف ان اكيد ان الكيو دوت ده اهي كمودولس اللي راحت للاير هي نفسها الكيو اللي جت من الستيم صح ولا لا؟ ف
فيرست لو بيقول كده الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يبقى انا مشكلتي اروح اجيب بقى اطبق الكلام على الفيرست لو على الستيم كيو دوت ستيم ها ماينس الباور ما فيش عندي باور هتساوي ايه ام ها يا شباب ام دلتا اتش ولا لا هو بما ان هو كلوز سيستم ما فيش انثالبي بالظبط يبقى بالظبط يبقى بتكلم على يو يو 2 ماينس يو 1 اللي هي عباره عن سي في تي 2 ماينس تي 1 خلاص عرفت تي 1 وتي 2 والسي في خلاص جبت الكيو كده اتحلت المساله هو بيقول لك كم من الماس اللي بيخش الستيم ريديتر وقعته ما انا قاصد يا باشمهندس الستيم بنقول على الدلتا يو سي في دلتا تي لو الكونستانت فوليوم ما ينفعش هنجيبه من التيبل ايوه ما انا اهو اهو ده اللي بقول عليه هتقعوا في الحتت دي ثانيه مش هو الكيوتا مش السي بتاعت الجاز تبقى الدلتا يو على الدلتا جاز انو جاز ايديال ايديال معلش شفت بقى ازاي ما انا قصد هو ده اللي بيفكرك الطريقه دي هي اللي تفكرك يبقى انت لازم اروح اجيب يو 2 ويو 1 وده ما اسمهاش ام دوت ما اسمها ام على التايم التايم ب 45 في 60 يبقى انا عايز اجيب دي عشان اعوض بيها هنا عشان اخلص اجيب التي 2 طب اجيب دي مش كده بقى تحول الى تي هات لي بس يو 1 يو 2 يو 1 الحمد لله هو ايه اللي اصلا سوبر هيتد فخلاص انا عرفت من السوبر هيت ان هي عند جداول السوبر هيت هفتح جداول السوبر هيت اللي عند الضغط كام 200 كيلو باسكال وبدور على التمبريتشر ايوه 200 اهي اروح اجيب مين بقى يو بس كده يبقى هي دي اليو 1 اجيب يو 2 منين هو لازم ارسم من غير برسم مش عارف احل ارسم ايه مع ايه بقى التمبريتشر مع السبيسيفيك فوليوم ليه ما بين ستيت 1 وستيت 2 بالنسبه للستيم الراديتور ايه اللي بينهم هل الضغط كونستانت هل الفوليوم كونستانت هل التمبريتشر كونستانت هل الانثالبي كونستانت هل اليو كونستانت ها الفوليوم كونستانت الفوليوم كونستانت طب والماس لو كلوزد يبقى مش يبقى كونستانت كمان بالظبط يبقى السبيسيفيك فوليوم كونستانت يبقى هرسم علاقه بين التيم على سبيسيفيك فوليوم عندي كام خط ضغط عندي 2 هو كان بيقول انا كنت في 200 كيلو باسكال اللي عندي 200 درجه مئويه ادي نقطه 1 وهروح لمين؟ نقطة 2 اللي عند 100 كيلو باسكال. الله أعلم بقى هتمشي من 1 ل 2 أنا على الكاسكتش أنا شايف إنها سبيسيفيك فوليوم كونستنت صح؟ هتقطع بقى نقطة 2 دي فين؟ الله أعلم ما ممكن تكون نقطة 2 دي في السوبر هيت أو ممكن تكون في الويت ريجون أو بالظبط عند نقطة جي. أعرف منين؟ من الجداول؟ أيوه أنهي جداول؟ اللي حضرتك هتديها لنا في الامتحان يا راجل اسهل ثيرمو بروفس انا معاك اهي دلوقتي هتعمل ايه ساتوريتد يا دكتور ايوه جداول ساتوريتد بالظبط بتاعت الستيم وتشوف الفي اف روح ادور في جداول ساتوريتد عند تمبريتشر 100 اللي بتناظر ضغط 1 بار او اروح ادور على مين بقى ادور على حاجه اسمها سبيسيفيك فوليوم اف سبيسيفيك فوليوم جي اقارن سبيسيفيك فوليوم بتاعتي اللي انا جبتها منين اهي جنبها هنا اهو اهي سبيسيفيك فوليوم بتاعه نقطه 2 اقارنها بسبيسيفيك فوليوم جي والله كانت سبيسيفيك فوليوم 2 اللي نفسها سبيسيفيك فوليوم 1 اكبر من نقطه السبيسيفيك فوليوم جي يبقى انا كده انت فين في السوبر هيت لا ده انا بالظبط هي جي يبقى خلاص هي نقطه جي خلاص لا ده انا ده اقل منها يبقى انت كده في منطقه الميكتشر وفي الحاله دي بقى عندي سبيسيفيك فوليوم 2 بتساوي سبيسيفيك فوليوم اف بلس اكس 1
specific volume G minus specific volume F وأعرف أجيب X1. وأنت كنت عايز دخلت في اللعبة دي ليه وX1 إيه وإيه يا عم الكلام ده؟ ما تنساش أنا عايز أروح أجيب U2، عايز أجيب نقطة 2، ها أروح أجيب 2 منين؟ فلو أنا عرفت X2 خلاص كده أنا جبت U2 أهو، U2 بتساوي UF plus X2 في UFG، عند مين؟ عند جداول ساتوريتد اللي عند الضغط الجديد اللي هو كام؟ الستيت التانية اللي هي 100 كيلو باسكال. بس في واحد ما قاليش الماس دي هنجيبها منين؟ جيب الماس دي منين؟ لو ثانية لو معانا لو معانا أيوة سبيسيفيك معنا. فوليوم ومعانا الفوليوم احنا جبنا سبيسيفيك فوليوم 1 معانا ايوه ها ومعانا الفوليوم هو مديني ان الفوليوم بتاع ال 15 لتر ده لازم اضربه في 10 اس ناقص 3 عشان نحوله لمتر مكعب يبقى هضرب الفوليوم في سبيسيفيك فوليوم تمام كده يوم اجيب منه ايه الماس يا راجل لا هتقسم الفوليوم على سبيسيفيك فوليوم بالظبط خد بالك ما خدتش بالي حضرتك شفت بقى انا بقول لك قاصد هو انا جاي المساله دي ليه مش بقى انا جاي المساله دي ليه ليه جايبها عشان كل خطوه من دي محتاجه تركيز ممكن تمشي 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 واحده منهم نضيعها باظت باظت واضح دكتور ايوه يا باشمهندس معلش انا متلخبط احنا ليه عوضنا عن الباور بتاعت الفان بالنيجاتيف هي دي انبوت ولا اوتبوت دي انبوت دي داخله السيستم حلو يبقى نعوض عن الورك بايه يعني احنا هنا اعتبرناها كورك تمام ماشي خلاص لو ورك داخل السيستم يبقى نيجاتيف يعني تمام ماشي شكرا تمام اي سؤال يا شباب واضح القصه دي طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده ها اللي هناك كان تو سيستمز والاثنين كانوا كلوزد فوليوم كلوز سيستم سوري واحد بيور سبستنس والتاني كان ايدل نفس الكلام هنا ايدل وكلو وبيور سبستنس بس الاثنين اوبن سيستم بيقول لي انا عندي ادياباتيك كومبريسور اللي هو ده لونه اخضر ده ماله بقى از باورد بنعمل له باور ازاي مديله انبوت منين الباور بتاعته شغاله ازاي عن طريق دايركت كابلنج مع ستيم تيرباين اهي ستيم تيرباين هي اللي لما هتدور هاخد منها شغل تشغل الكومبريسور جميل والباقي كمان يشغل الجنريتور يعني باقي اللي خارج من ستيم تيرباين في ورك كبير جزء اشغل بيه كومبريسور والجزء الثاني هطلع بيه كهرباء شغل جنريتور الستيم بيديه الكونديشن بتاعته 500 درجه مئويه و12.5 ميجا باسكال والفلوريت مديهولي ام دوت ستيم مديني ب 25 كيلو جرام بير سكند دي كميه كبيره ويطلع عند 10 كيلو باسكال بس ماليش اكتر من كده فيما انه بقى الكواليتي بتاعته اكس 2 ب 0.292 في المقابل الاير هيدخل عند الضغط اللي هو 98 كيلو باسكال والتمبريتشر 295 كلفن ينضغط يوصل ل 1 ميجا باسكال و 620 كلفن عايز يعرف النت باور بقى اللي هي التربينه دي بتشغل شويه كومبريسور والباقي يروح للكهرباء كام بقى الباور كهرباء اللي انت حصلت عليها في جنريتور يلا شباب نعمل ايه أنا apply the first law على مين؟ أنا أول حاجة نقسم البروسيس الأول أشوف هو عايز أجيب الراجع هو عايز الباور النت باور ده إيه قانون بتاعها يعني أنا عندي أكيد work التوربينة minus work الكمبريسور أو بمعنى أصح باور التوربينة minus باور الكمبريسور هو ده اللي هيساوي الورك نوت نت او الباور نت ولا انا غلطان مش ممكن يبقى في لوست كهيت فين هو قال لك حاجه عن القصه دي لا
وحتى هو الأديابتك يعني Q equal 0 عينك أديابتك معناها Q 0 ما قالكش عليهم أي حاجة. تمام كده؟ حلو. يبقى أنا سألتي تحولت من أنا عايز أحصل على ده اللي هو الورك نت إلى إن أجيب الباور التربينة بكام والباور الكمبريسور بكام. إيه بقى الحاجات اللي بتساعدنا أجيب باور الكمبريسور؟ أنا عندي سكتين اتنين، إما أنا أقول تكامل أو ناقص تكامل V دلتا B، هل ده متاح لك؟ لا. ما قاليش ايزنتروبيك، ما قاليش بالعكس، ده هو بيتكلم على حاجة واضح إن فيها فريكشن. ونفس الكلام مع الستيم مش هينفع. فالسكة دي مش هي السكة اللي هتوصلنا. أمال إيه السكة التانية؟ إن أطبق الفيرست لو على كل واحدة من دول، أهو آدي الكيو دوت على الكمبريسور. اللي هي من كام لكام؟ لو سمينا دي نقطة واحد اتنين ودي تلاتة أربعة، يبقى هطبقه من كيو من واحد لاتنين ماينس الباور اللي هو بتاعت الكمبريسور من واحد لاتنين، هيديني الماس فلو ريت بتاعت الاير. تمام كده؟ وهو حتى ايه اللي هو ماس الاير بتاعت الكمبريسور ام دوت اير ب 10 كيلو جرام بير سكند. ها في مين؟ في دلتا اتش لان اوبن سيستم، يبقى اتش 2 ماس اتش 1 اقدر افكها لانه ايديال جاز بالسي بي، هنعرف نفكها خلاص بقى جاما ار على جاما ناقص 1 والقصص دي، يطلع من الاخر يعني الرقم ده يطلع 1.005 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن عند اير. في الدلتا تي اللي هو تي 2 ماينس تي 1، الحمد لله هو مديني تي 1 وتي 2، معايا السي بي، معايا الام دوت، الترم ده بزيرو لانه اديباتيك، المجهول الوحيد هو باور كومبريسور. يبقى انا كده عرفت اعوض هنا باور كومبريسور، انا عايز في الاخر الرقم ده كمودلس. يبقى نفس الكلام اطبقه على التربينه، اهو التربينه كيو دوت فيرست لو من 2 ل 3 سوري من 3 ل 4 ماينس الباور التربينه 3 ل 4، ما عنديش انا طبعا كيو دوت لانه هادي باتك، هتساوي ام دوت ستيم عندي في ها فرق الاتشات ما بين نقطه كام 4 وبين نقطه 3، اشيل دلتا اتش واعوض عنها بسي بي دلتا تي. تمام كده؟ لا ركز، ده بيور سبستنس ما ينفعش. امال هروح اجيب اتش 1 3 واتش 4 منين؟ من الجداول. طب انا عندي نقطه واحد، واضح من نقطه واحد كده المعلومات دي سوبر هيت، يبقى نقطه اتش 3 دي هروح اجيبها من جداول السوبر هيت. طب ونقطه 4 ما هو قايل لي كمان الاكس بتاعتها كام، يعني مسهل عليا خلاص. يبقى اتش 4 دي ما هي الا اتش اف بلس اكس 4 في اتش اف جي، بس دول هجيبهم منين؟ دول بقى هجيبهم منين؟ عند الضغط اللي هو 10 كيلو باسكال، يبقى جداول ساتوريتد عند 10 كيلو باسكال هروح اجيب اتش اف واتش اف جي ومعايا اكس 4، كده جبت منها الاتش 4. ايه المجهول؟ اهو ورك التربين او باور التربين، اعوض بباور التربينه اطرحها من الكمبريسور يطلع الورك او الباور نت. واضح كده يا شباب؟ اي سؤال في القصه ديت؟ واضح ما فيش اسئله. تمام، نيجي للي بعده. ادي بقى اللي هو مين؟ بيسموها ايديال فيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل. ادي السايكل اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه في اول المحاضره، اللي هي عباره عن كومبريسور بيضغط الفريون من الايفابوريتور اللي خارج منه الغاز حالته ساتوريتد فيبر. وبعدين ينضغط، ترى ما قالكش حاجه عنه، اعتبره ايزنتروبيك لغايه نقطه 2 الا لو هو مديك معلومات عن نقطه 2 بكام، يطلع هنا سوبر هيت. ها يفقد حراره يتحول لساتوريتد ليكويد. فالنقطتين المميزتين عندنا اللي هي نقطه الخروج من الكوندنسر ونقطه الخروج من الايفابوريتور. زي ما اتفقنا كده لو عملنا دوت لاين كده الكمبريسور والمحبس حط كده، اللي فوق ده اسمه هاي بريشر يعني بي كوندنسر، وتحت ده اللي هو البي ايفابوريتور. فبيقول لي انا عندي الفريون، انهي فريون؟ من فريونات كتير، نوع اسمه 134 اي، ده اكتر حاجه دي مشهوره في السوق لانه صديق شويه للبيئه، مش ملوث قوي، ما بيشاركش قوي في جلوبال وورمنج زي غيره يعني. طيب هو ده الوركينج فلويد بتاعنا. الكوندنسر شغال عند ضغط 800 كيلو باسكال، اهو بيقول لي البي هاي، اهو كده بيقول لي البي هاي او البي كوندنسر ب 800 كيلو باسكال. اما الايفابوريتور عند درجه حراره، طب ما قاليش ليه ضغط؟ ما احنا اتفقنا فيز تشينج، فيز تشينج ده الضغط او ده الحراره هي معنى واحد، تي هي قصاد بي او بي قصاد دي تي. طيب ايه المطلوب؟ عايز يعرف السي او بي وكميه الباور المطلوبه للكمبريسور. اذا كان المطلوب ان احنا نقدر نبرد
الكيو دوت ده هي بتساوي 150 كيلو وات. نبدا منين لوجيك الحل؟ نبدا منين؟ دايما تعودت نبدا من هو طالب ايه، طالب السي او بي. كلمه سي او بي لمين؟ لتلاج. حلو، ده بيساوي كام بقى؟ بيساوي كيو دوت على الباور. هل الكيو دوت لو عندك ب 140 كيلو، سوري 150 كيلو وات. هل الباور عندي؟ لا ده المجهول. ايه ده اتحول بقى؟ ما كنت من المطلوب مني اجيب السي او بي كانه بيقول لي احسب الباور. ايوه بس انا مش عارف احسب باور، احسب باور اذا كان هو طالبه. اجيب الباور ده منين؟ فوضع ان السكه دي مقفوله. هل في حل تاني؟ ما هو السي او بي ده عباره عن، احنا قلنا ام دوت ريفريجرنت اللي ماشيه في فرق الاتشات لما عملنا بالانس اناليز على الايفابوريتور اهو ما بين نقطه 1 و4، والكمبريسور اهو ام دوت فرق الاتشات على الكمبريسور ما بين نقطه 2 و1، وقلنا دي هتروح مع دي، الماس هتروح مع بعضها، يبقى يعني كاني بقول لك احسب او هات لي الاتشات. ولو انت فاكر على الخريطه كان شكلها عامل ازاي على الفريون، اهو هرسم تي اس دايجرام تاني. ادي الخط بتاع الساتوريتد ليكويد لاين، وادي ساتوريتد فيبر لاين بتاع مين دوت؟ بتاع ريفريجرنت 134 اي، مش الفري مش الميه. هروح ادور على جداول بتاعه ال 134 اي عندك. وليه اس مش هي المفروض تبقى سبيسيفيك فوليوم ولا لا؟ لما بنتكلم على سايكل بالمنظر ده غالبا بنتعلم على الانتروبي، لانه الكمبريسور بيبقى بعتبره ايزنتروبيك. لكن لو بتكلم على حاجه كلوزد فوليوم ممكن تعمل، او هو مسالتي فيها نقطه 1 و2 كونستانت فوليوم فهرسم الفوليوم. النقطه 1 و2 العلاقه بينهم يو، خلاص هرسم اليو. ماشي فهمت. تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا كام خط ضغط؟ انا عندي خط الضغط الكبير اللي هو البي هاي اهو، وقايل لي صراحه ان هم لو ب 800 كيلو باسكال ممكن الاقي ده مثلا بيغلي عند 50 او 55 درجه مئويه، وعندي تمبريتشر هو قايل لي عنها بناقص 12. دي بكام بقى؟ انا ما اعرفش. اروح جداول بقى الساتوريتد بتاعه ال 134 اي، اقوم اطلع قصادها البريشر بتاع الايفابوريتور ده بيناظر ال 12 دي بكام. انا عندي كمان نقطتين مميزتين. ايه هما النقطتين دول؟ نقطه 3 اللي هي خارجه من الكوندنسر اهي ساتوريتد ليكويد عند ضغط البي هاي، عندي نقطة واحد اللي خارجة من الإيفابوريتور عند ساتوريتد فيبر عند البي لو. يبقى انا كل مشكلتي ان انا اجيب ايه؟ اجيب اتشات. انا عارف ان البروسيس بتاعتي بتتم ازاي، السايكل بتتم ازاي. ما قاليش حاجة عن الكمبريسور، يبقى ايزنتروبيك، يبقى همشي اس كونستانت لغاية لما اوصل لنقطة 2. اس كونستانت. هيبرد مني شوية، كده فيز تشينج 3. همشي اتش كونستانت لغاية لما اوصل لنقطة 4. ادي السايكل واركانها الأربعة. أربع إجراءات في أربع نقط، بدأت من النقطة ورجعت لنفس النقطة. هجيب بقى الإتشات دي إزاي؟ أولاً في عندي ميزة إن إتش 3 لو أنا جبتها هي نفسها إتش 4. وأنا عايزها هنا أهي. طب ما حلو قوي، جداول الساتوريتد بتاعة ال 134 أجي عند ضغط جداول اسمها جداول 134 A. وجداول اسمها ساتوريتد، افضل ماشي لغايه لما اوصل. ايوه الضغط اهو ب 800 كيلو باسكال، ادي البي افضل ماشي ماشي 800 بتناظر التمبريتشر معينه ماشي. ها هتفضل ماشي لغايه فين؟ سبيسيفيك فوليوم واليو. ايوه 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 اتش اهي، اتش ده اهي اللي هي مين؟ اتش جي اف ولا جي اف؟ انا بتكلم على اف، انها ساتوريتد ليكويد. اخد الرقم ده، يبقى الرقم ده بالنسبه لي هو اتش 3 اللي هو نفسه اتش 4. جميل. طب وبعدين؟ بنفس الكيفية لو فضلت ماشي في الجداول دي لغاية لما وصلت لناقص 12 هطلع الضغط اللي قصادها بكام؟ وهروح اجيب مين؟ اروح اجيب بقى حاجة اسمها اتش جي. اهو الرقم ده. الاتش جي دوت هو ده اتش 1. بس بالمرة روح هات معاها مين؟ ها؟ اس جي. هات لي كمان اس 1 اللي هي عبارة عن اس جي. ليه؟ لان اس 1 لازم هتساوي اس 2. محدش بقى يجي يقول لي ايه اصل انا ده ايزنتروبيك يبقى بي في اس جاما بيساوي كونستانت. ما ينفعش، لان ده بيور سبستانس، ما ينفعش تقول عليه بي في اس جاما كونستانت. اللي اقدر اقوله بس اس 1 بتساوي اس 2. كده احنا عندنا معلومه عند نقطه 2. احنا خلاص كده جبنا اتش 1 وجبنا اتش 4، فاضل لنا اتش 2 بس. اجيب اتش 2 منين؟ ما انت بتقول اهو اس 2 معاك وضغط 2 معاك، يبقى دي جداول السوبر هيت. هروح افتح جداول السوبر هيت.
الاقي ضغط كام؟ اتنين كام؟ 800 كيلو باسكال. افضل ماشي مع مين؟ مع انتروبي. اس 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 ايوه، اول ما الاقي رقم قد الرقم اللي معايا تقريبا، ايوه يبقى هي دي النقطه بتاعتي. انا عايز مين؟ عايز اتش اهي. يبقى الاتش ده هي اتش رقم كام؟ 2. وبالتالي لو انا حبيت اعرف التمبريتشر بتاعتها كام، اجي ابص على التمبريتشر اهي، تي بتاع نقطه 2. كده احنا عرفنا نجيب السي او بي من سكه الاتش، مش عن طريق الباور والكوستم. خلاص السي او بي بقى معاك والكيو لو معاك، يبقى المجهول الباور. فهمنا هنعمل ايه يا شباب في مساله زي دي؟ فهمنا. ايوه تمام. دكتور بس ممكن اسال سؤال؟ قول. هو ليه النقطة 3 لما جت تنزل حصل ديفيشن في نقطة 4؟ حركت ناحية يمين شوية. احنا شغالين حاجة اسمها اتش كونستنت مش اس كونستنت. لما اجي ارسم على تي اس دايجرام خط كونستنت اتش بترسم بالطريقة دي. تعالى نبص كده على الجدول، ادي جدول السوبر هي الساتوريتد اهي. ريفريجرنت 134A، ادي عند ناقص 12 اهو، ادي اللي هي درجه حراره الايفابوريتور، ادي الاتش جي اللي انت كنت بتدور عليها، وبالمره هات معاها اس جي، لان اس جي هي اس 1، دي كده اتش 1 ودي اس 1 وهي نفسها اس 2. طيب روح جداول مين؟ السوبر هيت عند ضغط كام؟ 800 كيلو باسكال. افضل ماشي مع مين؟ مع الانتروبي. ها ها فين بقى الرقم بتاعي؟ واضح ان هو هنا. تمام، فاقدر اجيب النظر يعني تقريبا 9.4، يعني ممكن اعتبر هو ده. طيب حاجه تانية، انت بتتكلم على ضغط اللي هو 800 كيلو باسكال اهو، تقريبا هو ده. عايز اجيب مين؟ عايز اجيب اتش اف. فين اتش اف؟ اهي كده معايا اتش 3 اللي هي بتساوي اتش 4 معايا اتش 1. من هنا عرفت اجيب مين؟ رحت جبت اتش 2. بكده عرفت اجيب كل النقط بتاعتي واتحلت المساله بتاعتي وعرفت ان اجيب منها السي او بي. معايا الكيو لو جبت الايه؟ الباور. عايز اجيب الماس فلو ريت، ما خلاص ما انت الكيو لو معروفه ومعاك الدلتا اتش معروفه، المجهول الوحيد هو الام دوت. طيب عندنا مساله كمان ثانيه، بيقول لي عندي هواء كولد عند 7 درجات مئويه بيحصل له ميكسنج مع هواء دافي عند 34 درجه مئويه. الهواء الاثنين دول لازم يكونوا عشان تحصل ميكسنج لازم يكون عند نفس الضغط اللي هو 105 كيلو باسكال بمعدل، خد بالك هنا 0.55 متر مكعب بير سكند. ده مين؟ ده الهواء البارد. والاثنين دول بيحصل لهم ميكسنج، يطلعوا بعد احمال الروم دي يطلع عند كام؟ عند 24 درجه مئويه. عايز يعرف الماس بتاعه الهوت اير او الورم اير بالنسبه للكولد اير، الرش بينهم كام؟ 1.6. الرش بتاعه الماس بتاعه الفلويد ريت هوت تو كولد 1.6. استخدم السبيسيفيك هيت يعني، او اللي هو يعني ايديال جاز، اعتبرها انه ايديال جاز يبقى السي بي كونستانت. عايز يعرف الميكتشر تمبريتشر، هنا التمبريتشر دي بكام؟ يعني لو ده نقطة واحد ودي اتنين، النقطة رقم تلاتة دي بكام؟ ولما تدخل الغرفة هيحصل لها حرارة، البني آدمين اللي قاعدين دول بيسخنوا، اللمبة بتسخن، مش عارف إيه، فهينتج عنها أدي تي 4، يبقى بيتكلم على أربع حالات دلوقتي، هواء بارد عند 7، هواء عند 3، سوري عند 2، هوت أو وورم، هيحصل لهم ميكسينج يطلعوا عند 3. يدخلوا على غرفة يسخنوا من الغرفة دي يطلعوا عند 24. نعمل ايه يا باشمهندس؟ من الاخر هو عايز تي 3 يعني. اجيب ابلاي فيرست لو بعدها على ايه؟ فيرست على انهي حته؟ فين السيستم بتاعك اللي هتدرسه؟ الاوضه. لا. الاوضه والانابيب. لا. الانابيب بس. شايف الحته دي؟ اللي انا عامل عليها باللون الاحمر، هو ده السيستم بتاعك. اوبن سيستم. كيو دوت ماينس الباور هتساوي الانثالبي فاينل ماينس الانثالبي ريت انيشال. لا انا سخنت من واحد لاثنين،
وثلاثة ولا في شغل من واحد من ثلاثة. تبقى M.1 plus M.2 plus M.2 plus M.3. يبقى عبارة عن إيه بقى ديت؟ M.3 ها في ها H3 لازم تساوي الانيشال اللي هو M.1 في H1 زائد M.2 H2. ده الفيرست لو. بس كمان معانا الكونتينيوتي ايكويشن، ما تنساش ان M.1 plus M.2 بتساوي M.3. بما انه ايديال جاز انا اقدر اشيل الاتش ده واعوض عنها بسي بي تي 3 ها سي بي تي 1 سي بي تي 2. لو اعتبرت ان سي بي واحده كونستنت ما بتغيرش مع التمبريتشر هيروحوا مع بعض، بقى معايا ماس ومعايا ماس ريشيو كمان بينهم اهو كمان. بس حضرتك بيقول لك فاريبل سبيسيفيك هيتس، ما انا عارف، انا بقول لك اعتبر دي، انا بقول لك ايش طبع الكلام ده، انت مش مطالب غير بالكونستنت سبيسيفيك هيت. خلاص كده. طيب مشكلتنا فين؟ انا ما عنديش ماس، هو مديني فوليوم فلو ريت، اعمل ايه بقى؟ تضرب في الدنسيتي. ايوه ده بيتكلم عن انهي واحده من اللي هي سبعه، يبقى اجي عند نقطه الماس بتاعه واحد دي بتساوي ها او الماس فلو ريت بتاعه واحد. طب اجيب الدنسيتي منين؟ مش دي ايدال جاز، يبقى بي على ار تي. التي دي بكام؟ 7 زائد 273. الار بتاعت الاير 0.287 كيلو جول بكيلو جرام. لو عوضت عن الرقم ده ب 105 كيلو باسكال كده مظبوطه بالنسبه للوحدات، كيلو فوق وكيلو تحت مفيش مشكله، هيطلع معايا الدنسيتي 1.12 ولا حاجه، معايا فوليوم فلوريت مظبوطه بالمتر بمكعب بير سكند، يبقى كده جبت بالكيلو جرام. هو بيقول لي ان الريشيو ما بين الماس ريش والماس ريش بتاعه الهوت او الورم يعني للكولد 1.6، يعني ام دوت 2 لما اقسمها على ام دوت 1 ب 1.6. خلاص انا جبت ام دوت 1 معايا ام دوت 2، يبقى انا معايا ام دوت 1 معايا ام دوت 2 جبت منها ام دوت 3، يبقى كل الماس عندي كل التمبريتشر عندي ما عدا تي 3، من هنا اعرف اجيب تي 3. واضح؟ طيب تعال نشوف مساله كمان ثانيه. بيقول لي عندي فريون 134 A ضغطه 1 ميجا باسكال ودرجة حرارته 90، ماله بقى ده؟ هيبرد عن طريق هيت اكشنجر لغاية فين؟ اهو ادي الفريون اللي هو لونه برتقاني كده شايفه اهو، داخل عند 1 ميجا باسكال 10 بار يعني و90 درجة مئوية، هيمشي في الخط اللي هو زجزاج ده او اللي هو الكويل ده يعني، يقوم ينتج عنه ان هو يتكثف ويتحول الى نقطة نفس الضغط اهو 1 ميجا باسكال لكنه عند درجه حراره 30، يعني يتحول الى ليكويد. طيب بيكون حصل له كوندنسيشن، ازاي بقى حصل له كوندنسيشن؟ انه فقد حرارته او نقل حرارته لهواء. ايوه الهواء ده اخباره ايه؟ اهو جاي عند نقطه رقم 3 بفوليوم فلوريت بضغط 3 وتي 3، هيعدي الناحيه الثانيه نتيجه الاحتكاك الضغط هيقل شويه، وادي التمبريتشر في الاخر بتاعه نقطه 4. ايه اللي هو عايز يعرفه؟ بيقول لي احسب الماس فلوريت بتاع الريفريجرنت. نفكر في المساله دي ازاي؟ اول حاجه اجيب الماس فلوريت، اجيب الفوليوم فلوريت على الاير. عندي سؤال اولاني، عندي كام سيستم؟ الانابيب والهواء، ف الفريول الريفريجرنت اللي هو 134 A ده سيستم، ده وركينج فلويد، وعندي الاير ده سيستم تاني. وما انساش ان الفيرست لو بيقول لي ان الكيو اكيد اللي راحت من الهوت من الريفريجرنت يعني اكيد راحت للاير اللي سخنت الاير. الاير اقدر اتعامل معاه ايديال جاز، انما الفريون لا، ده بيور سبستنس. ها نعمل ايه؟ نكمل ازاي بقى؟ تاني طالب مني الماس بتاعه الريفريجرنت، فين القانون اللي فيه ماس الريفريجرنت؟ ام سي دلتا تي. ام سي دلتا تي بتاعت ايه؟ بتاعت الاسم. ها بتاعت الانت بتاعت الثانية الفريون بتاعت الفريون. ايوه ازاي ام سي دلتا تي بقول لك بيور سبستنس؟ تساوي
بيور سبستنس، ماده ليها جداول، ما ينفعش اروح اجيب ام سي دلتا تي. عايز تجيب اليو بتاعتها روح جداول، عايز تجيب الاتش بتاعتها روح جداول. نعمل ايه بقى؟ ها يا شباب، محدش بيجاوب. ابلاي ام سي دلتا تي على الهواء بدل الفريون، يعني اركز اجيب بتاع الهواء الاول. احنا عايزين نجيب الماس بتاعت الفريون. ايه القانون اللي فيه الماس بتاعت الفريون دي؟ ده اني قانون فيرست لو يا باشمهندس؟ لو طبقناه على الفريون كيو دوت ماينس الباور، ما عنديش باور، هتساوي ام دوت ريفريجرانت. ايوه الفريون اهو اللي ماشي في السكه من واحد لغايه اتنين، هو ده اهو، هيساوي فرق الاتشات ما بين الفاينل اللي هو 2 وانيشال اللي هي 1. لو قدرت اجيب اتش 1 واتش 2 اقدر اجيب ايه؟ ما هو دي كمان مجهوله ودي مجهوله. نجيب تعريف ان الكيو بتاعت الريفريجرنت لازم تساوي الكيو بتاعت الاير، فاروح اطبق الفيرست لو على الاير كيو دوت الاير ها ماينس الورك او الباور ما عنديش، هتساوي ام دوت اير ها في مين؟ في دلتا اتش الاير ما بين فين وين؟ فاينل 4 وانيشال 3. الميزه ده ايديال جاز اقدر اقول عليه سي بي تي 3 ماينس تي 4، تمام؟ سوري تي 4 ماينس تي 3. انا عندي تي 3 بكام؟ وعندي تي 4 بكام؟ والسي بي اقدر احسبها 1005 او 1005 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن. الماس بتاعت الاير عندي؟ لا. امال ايه اللي عندي؟ انا عندي الدنستي في الفوليوم فلوريت. الفوليوم فلوريت قايل لك كام؟ 600 على 60، 600 متر مكعب على 60. طب والدنستي ها بي على ار تي. طب ما البريشر عندك اهو ب 100 كيلو باسكال، والار 0.287، والتي بكام؟ 27 زائد 273 يعني 300 كيلو. طيب ايه المجهول؟ كل حاجه هنا معروفه ما عدا مين؟ الكيو اير. خلاص عرفت الكيو دوت اير. طب ما هي نفسها كيو دوت هوت او الفريون، كده انا عرفت الكيو دوت بتاع الفريون. ايه المجهول؟ الماس بتاعه الفريون اللي هو كان عايزها. بس انا عشان اجيبها لازم يكون عندي اتش 1 واتش 2. طب هجيب اتش 1 واتش 2 منين؟ من هو مديني حاله الفريون، جداول السوبر هيت بتاعه الفريون عند الضغط اللي هو 1 ميجا باسكال، وهفضل ماشي ماشي مع التمبريتش لغايه لما الاقي 90. ايوه اروح اجيب اتش، هي دي اتش كام؟ اتش 1. جداول ساتوريتد غالبا هلاقي ايه؟ افضل ماشي مع الضغط لغايه كام؟ 1 ميجا باسكال. هلاقي ان اتش اف الستيم سوري الفريون الكثف، ايوه اتش اف هي دي اللي احنا بندور عليها، اتش كام؟ اتش 2. يبقى كده عرفنا نجيب اتش 1 واتش 2، كل الترمات موجوده، المجهول الوحيد هو الماس بتاعه الريفريجرنت. واضح يا شباب؟ عندي مثال بيقول لي النيتروجين، النيتروجين عن 60 كيلو باسكال 7 درجات مئويه، هيعدي في ادياباتيك ديفيوزر. لو انت فاكر الديفيوزر كان بياخد من اريا صغيره يودي على اريا كبيره من 1 ل 2، وقايل لي ادياباتيك يعني معزوله، معرفش بقى في فريكشن مفيش فريكشن، ما قاليش لسه. وقال لي ان الفيلوستي اللي هي سي 1 بكام؟ ب 275 متر بير سكند. حلو. طب وبيروح ليف عند كام؟ عند ضغط جديد، يبقى هو جاي من ضغط 60 كيلو باسكال وتمبريتشر 7 درجات مئويه، يعني اجمع عليها 273 ادي تي 1. هيروح ليه؟ الضغط كام؟ الضغط 2 بيساوي 85 كيلو باسكال، وتمبريتشر تي 2 ب 27 درجة زائد 273. عايز بيقول لي السي 2 بكام؟ السرعة 2 بكام؟ بتاعت النيتروجين. وحاجة تانية، هات لي الاريا ريشيو، مش دي ليها اريا 1 ودي اريا 2، عايز يعرف الريشيو بين اريا 1 على اريا 2. ها ايه التطبيق ده؟ يعني
من الاول خالص، انا عندي القصه دي اهيت ها اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن، ده اوبن سيستم اهو ماس تعبر الباوندري، ادي ستيت 1 وستيت 2. الحل اللي قدامي نعمل ايه؟ اطبق الفيرست لو q دوت ماينس الباور، لا عندي q ولا عندي باور، هتساوي m دوت فرق ايه بقى؟ m طبي h2 ماس h1 زائد ما تنساش بقى كاينتك انرجي نص c2 سكوير ماينس c1 سكوير. اسم على الماس راحت. ايديال جاز لان النيتروجين ايديال جاز اقدر تعمله يبقى سي بي تي 2 ماينس تي 1 بكل الترم ده بيساوي 0. طيب سي 1 بكام؟ اهو مديهولك 275. طيب سي 2 ده هو ده المطلوب. طب وتي 1؟ ايوه من عندي تي 1 ب 7 وتي 2 بكام؟ بقى ب 27. طب والسي بي؟ ما هو ده اير لما نحسبها جاما ار على جاما ناقص 1 للاير سوري نيتروجين. هنعمل ايه بقى؟ جاما ار جاما ناقص 1 الجواب كام؟ 1.4. والار بتاعت النيتروجين، النيتروجين الملوكلر ويب بتاعه ب 28 و 8.314. هنعرف نجيب من هنا السي بي بتاعت تقريبا هيطلع 1000 وشويه كيلو جول بير كيلو جرام كلف. حضرتك هتدينا الموليكيولر ويت؟ لا لو يعني حاجه اوضح هبقى اجيبها لك، ما تقلقش يعني مش قصه. طيب المجهول الوحيد في المعادله دي ايه؟ سي 2. سي 2 بس هو كمان طالب حاجه ثانيه، بيقول لي عايز الريشيو بين اريا 1 واريا 2. الماس في الريت الاولاني اللي داخل تساوي الماس في الريت اللي داخل بالظبط. الكونتينيوتي ايكويشن ماس في الريت 1 لازم تساوي الماس في الريت بتاع 2. طب ما ده بيساوي ايه؟ دينستي 1 سرعه 1 اريا كروس سكشن 1، دينستي 2 سرعه 2 اريا كروس سكشن 2. انت عايز تقسم بقى 1 على 2 يبقى هودي دي الناحيه الثانيه. وعندي السرعات؟ عندي السرعات. ايه اللي متبقي؟ متبقي الدينستي. اجيب الدينستي منين؟ اهو ده ايدل جاز ب 2 على ار تي 2 ها ورو 1 نفس الكلام سوري ده رو 1 يبقى بي 1 على ار تي 1 ها نفس الكلام بي 2 على ار تي 2 بالكلفن. يبقى المجهول هو الدنستي. يبدا الدنستي على السرعات يبقى الريشيو ما بين اريا 1 واريا 2. يبقى الكونتينيوتي ايكويشن والفيرست لو ساعدونا ان احنا نخلص الايه المساله. طيب تعالى نشوف مساله كمان ثانيه. بيقول لي عندي كلاس روم قاعدين فيه الناس بيحتوي على 40 بني ادم، محتاج جهاز تكييف، فنشتري جهاز تكييف ده قد ايه يعني؟ حيث انه احنا متاح لنا في السوق نشتري اجهزه تكييف اسمها ويندو تايب اير كونديشننج يونتس. اليونت الواحده تقدر تشيل احمال حراريه يعني تبرد المكان 5 كيلو وات كولينج كاباسيتي. احنا محتاجين بقى كام يونت من دول؟ ده السؤال. فالبيرسون بس وهو قاعد كده ريست قاعد بيشوف محاضره ولا حاجه بيطلع حراره قيمتها كام؟ 360 كيلو جول بر اور. اللايت مش في ضوء مشغلينه ب 29 مش عارف ايه وات، في عندي 29 لمبه واللمبه دي كل واحده منهم بتطلع قد ايه حراره. طيب الهيت ترانسفير من الكلاس روم الجدران مش الجو بارد جوه المكان او انت عامل تكييف والجو اللي بره هوت، فهيحصل انتقال حراره زي ما هتشوف بالتفاصيل نحسبه ازاي مع دكتور تامر. جزء الهيت ترانسفير. الشبابيك مش في راديشن بيعدي منها الحراره دي قيمتها كام بقى؟ 1500 كيلو جول بر اور. الروم دي بقى كاير تو بي مينتيند عند درجه حراره كام؟ 21. المطلوب ان انا عايز اعرف هشتري كام جهاز تكييف. نعمل ايه؟ لازم نجمع كل بقى الحاجات اللي عندنا، كام لايت، كام حراره من البني ادمين، كام هيت جين جاي من الجدران. اهو ادي اللايت، انا عندي 10 انا لمض كل واحده ب 100 ايه 100 لمبه. على فكره دي غلط، دي فوق 10 ودي ب 100 خلاص كده اداني 1 كيلو وات. عندي 40 بني ادم كل واحد طلع 360 بس خد بالك بير كيلو جول بير اور، اظبطها عشان الوحدات تطلع ب 4 كيلو وات. الهيت جين من الجدران اهي 5000 كيلو جول بر اور يعني يطلع حوالي 4.17 كيلو وات. يبقى مجموع الكولينج ايه؟ 1 زائد 4 زائد كذا، يطلع الرقم ده التوتال الحراره اللي بتتولد جوه المكان او تتنقل للمكان عشان محتاجه ايه؟ نشيلها عشان نحافظ على الاوضه عند 21 درجه مئويه. فالحل نعمل ايه؟ لو جبنا جهاز تكييف واحد مش كفايه لان جهاز تكييف هيشيل خمسه بس. فالحل نعمل ايه؟ نقسم الرقم اللي احنا جبناه ده على الخمس
5 كيلو واط اللي هو اليونت الواحده بتقدر تشيله، يطلع الرقم ده. فهل ينفع نشتري 1.8 يونت؟ لا. فعلى الاقل هنجيب كام؟ هنجيب 2 يونت، هنجيب جهازين 2 تكييف كل واحد 5، يبقى عندنا قدره انك تشيل حراره من المكان ده 10 كيلو واط، لكن انت محتاج فعلا 9.17 كيلو واط. طيب هنشوف مساله كمان ثانيه، بيقول لي عندي الجامعه فيها 200 كلاس روم، وال 200 كلاس روم دول ها فيهم 400 مكتب كمان، والكلاس روم ده بتشغل 12 لمبه فلوريسنت، وبتستهلك اللمبه الواحده 110 مثلا. فالفاكولتي دي فكرت انها تعمل ايه؟ تجيب 6 فلوريسنت تيوب ايتش كونسيوم الرقم دوت. سوري، الفاكولتي اوفيسز اللي هي المكاتب الدكاتره يعني، برضك فيها 6 لمبات كل مكتب، وكل واحده بتطلع 110 واط. فالكامبس ده او اللي هو الحرم الجامعي بيشتغل 240 يوم لان في اجازات في السنه. والحاجات دي ما بتشتغلش اكتر من 4 ساعات في اليوم، يعني المكاتب والكلاس روم تقريبا بتشتغل 4 ساعات في اليوم، فيهم اضاءه في اي وقت الصبح مثلا، ما فيش اضاءه، هم معتمدين على الشمس والاضاءه الطبيعيه يعني. لكن اللمبات ما بنشغلهاش غير لمده 4 ساعات. تكلفه الالكتريستي بالرقم ده 11 من 100 دولار لكل كيلو وات اور، دي وحدات انرجي خد بالك. عايزين نعرف هاو ماتش الكامبس ده يقدر يسيف لو الكلاس روم دوت تيرند اوف ديورينج الان اوكيوبايد بيريود، يعني لو انا شغلتهم على طول فدي بقى عندي مشكله، لكن في ايام الاجازات ايه اللي يخليني اشغل اللمبه ديت بالليل؟ فالحقيقه ان انت عندك 240 يوم بس هم اللي انت ممكن تشغل فيهم اللمبه وتطفي بقيه اللمبه ديت في اثناء الاجازات. يبقى انت عندك كام يوم؟ 365 يوم، ده طول السنه. لو طرحت منهم 240 يبقى دي الايام الاجازات. شوف بقى الطاقه اللي انت كنت بتصرفها في ايام الاجازات دي، ويبقى ده لو انت طفيتهم اللمبه ديت يبقى انت كده وفرت. ادي معنى المساله. ادي اللايت اللي خارج من الكلاس روم اهو، اللمبه الواحده في عدد اللمبه اهي 200 في 12 في كل واحد طالع كام واط. نفس الكلام الباور اللي جاي من الاوفيسز في عدد اللمبه 400 مكتب في 6 في 110. اللايتنج اللي هو بتاعت الكلاس روم واللايتنج بتاعت الاوفيس مجموعهم على بعض ادي الرقم. يبقى في الثانيه الواحده بنستهلك 528 كيلو جول في الثانيه الواحده. طيب الكامبس از اوبن 240 يوم في السنه. الايام بقى اللي هي بير داي الان اوكيبايد بقى يبقى كام؟ 4 ساعات في اليوم في الرقم ده هو تديني كام ساعه انا ما فيش عندي فيها شغل في السنه. طيب يبقى الاماونت اوف انرجي بقى بير during الوقت اللي هو انت مش شغال فيه يبقى يطلع كام؟ يبقى كده حولت الباور ده كده، وحدات الباور دي عايز احولها اضربها في التايم، باور اضربها في تايم كده حولته لوحدات انرجي. يبقى خد بالك لما اجي احوله الانرجي اضربه في الساعه عشان ابقى بالنسبه لي الكيلو وات اور على طول جاهز. اذا كان تكلفه الكيلو وات اور ببوينت 11 يبقى هاخد الرقم ده اضربه في كام؟ في بوينت 11 دولار. يطلع ان انا ممكن اوفر في السنه المبلغ دوت من الدولارات لو انا طفيت اللمبه ديت الفتره اللي انا ما بستخدمش القاعه او المكاتب بتاعت الدكاتره. هنشوف مساله ثانيه، بيقول لي عندي باسيف سولار هاوس، يعني انا بسخن البيت ده مثلا بدفايه او بتكييف، لا هنستخدم الطاقه الشمسيه، فده بيسموه باسيف. ازاي بقى؟ لانه المنزل ده في الشتاء بيفقد حراره او الدور بمعدل 50,000 كيلو جول في الساعة. عشان تحتفظ بدرجة حرارته عند 22 يبقى لازم تعوض الحرارة ديت. طيب خلال الايه؟ الوينتر. خلال الوينتر نايت هعمل ايه بقى؟ أنا عندي الساعات الليل 10، محتاج أدفي اللي هم البيت ده لمدة الايه؟ ال 10 ساعات دي باستخدام الطاقة الشمسية. طب ازاي؟ إذا كان الشمس دي في الصبح، أيوه يبقى أنا هجيب حاجة اخزن فيها حراره الشمس، الحراره اللي جايه من الشمس فيها، وادخلها المبنى بالليل، تقوم تدفي تفقد الحراره دي للمبنى بالليل ال 10 ساعات، تيجي بقى على الصبح خلاص يبقى كده ايه الحراره اللي فيهم خلصت، اخدهم تاني اطلعهم بره، اخد حراره من الشمس وهكذا. فالهاوس ده
is to be heated by 50 glass containers, يعني عندي 50 إزازة. الكونتينر الإزازة الواحدة 20 لتر، موجود فيهم مين؟ مي. هنقدر نركز عليهم أشعة الشمس في النهار أثناء الشتاء بحيث نسخنهم لغاية كام؟ 80. بطول النهار هم عاملين نسخن فيهم لغاية 80 خلال اليوم، بأنهم absorbing السولار energy. طيب وبعدين خلال بقى الثرموستات كنترول بقى ال 15 كيلو وات باك اب ده الكتريستي، ما احنا كمان عندنا جوه البيت غير السولار سيستم ده عندي كمان الكتريك هيتر عليه ثرموستات. والله بقى لو السخان الشمسي ده اللي هو المايه السخنه دي بدات تفقد حرارتها ولسه الجو بارد، نقوم مشغلين مين؟ السخان الكهربي اللي هو 15 كيلو وات يعوض الباقي. يبقى احنا بنوفر شويه، بدل ما كنا هنشغل طول الليل السخان الكهربي، لا هنشغله بس لما يكون المايه دي خلاص كده الحراره بتاعتها خلصت. طيب بيقول لك how long did electrical heating system هيفضل شغال؟ يعني معنى اصح السخان اللي هو باسيف سولار هيتر ده هيقدر يغطي كام من ساعات الليل والباقي هعوضه بالكهرباء؟ وهتبقى تكلفة الكهرباء كام لو ما كناش استخدمنا السولر ده؟ نعمل ايه؟ دي لعبة انرجي، لعبة انرجي. طيب انا ايه اللي انا عندي؟ انا عندي البطل الواحدة اللي فيها مية فيها 10 سوري فيها كام؟ فيها 20 لتر، يعني قيمة 20 لتر خد بالك ضربتهم في 10 اس ناقص 3 يبقى الفوليوم ده ضربت في 10 اس ناقص 3 كده حولته إلى متر مكعب. لو عايز تحوله الى ماس يبقى اضرب في دنستي. طب ما الدنستي بتاعت المايه بكام؟ اضرب ها يبقى الفوليوم هقسمه على 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 10000 سوري على 1000 عشان احوله لمتر مكعب، وارجع اضربه في 1000 عشان احوله الى من فوليوم الى متر الى كيلوغرام، يبقى في الاخر كاني دي راحت معادي تاني. يبقى الماس بتساوي رو في في. الفي اللي هو مديهالك هنا ب 20 لتر، يعني في 10 اس ناقص 3 عشان نحولها الى متر مكعب. بس انا عارف ان دنسة الميه كام؟ ب 1000، يبقى هتروح دي مع دي، يبقى هي نفس لتر الميه هو نفسه الكيلوجرام، يبقى كده حولتها الى كيلوجرام لكل متر مكعب يروح مع بعض، يعني كده حولتها لكيلوجرام. يعني معنى كده كان انا عندي اصلا البوتل دي كام؟ 20 كيلوجرام. طيب تعالى نشوف مسالتنا نعمل فيها ايه. انا عندي كام واحده من دول؟ عندي 50. طيب يبقى كميه الحراره اللي انا اقدر اخزنها في السولار بوتلز دول اعمل ايه؟ عندي عددهم 50 في الماس بتاعتهم، الماس بتاعتهم كام؟ اهي 20. يقدروا يتسخنهم لغايه كام؟ لغايه تي فاينل اللي هي 80، وتي انيشال بتاعتهم كانت كام؟ درجه حراره اللي هي 22. يبقى انا هخرجهم من الاوضه عند 22 الصبح، حطهم في الشمس تسخنهم لغايه 80. يبقى ادي كميه الانرجي اللي عندي اللي انا بخزنها فين؟ في البوتل ديت خلال اليوم لمده قد ايه الكلام ده اللي انا عندي؟ ها بس خد بالك في حاجه ناقصه، ام سي دلتا تي، السي اللي هي بتاعت الميه 4.18 كيلو جول بير كيلوجرام كلفن. يبقى عددهم يبقى في الكتله بتاعت كل واحده، يبقى كده التوتال ماس اللي عندي في السي في الدلتا تي كده جبت التوتال كيلو ها جول اللي انا اقدر اخزنه كانرجي جوه البوتلز دي. البيت ده بيفقد حراره كام؟ بيفقد 50000 كيلو جول في الساعه. طب وخلال الليل عندي كام ساعه؟ عندي 10 ساعات. يبقى الرقم ده اهو 50 في 10 اس 3 لو ضربته كمان في 10 اللي هي التايم بالاور يطلع عندي الرقم ده كام كيلو جول من الحراره مطلوب ان انا اعوضهم عشان البيت ده يفضل عند 22. طبعا واضح ان الرقم اللي هيطلع من هنا اهو اقل من الرقم ده، يبقى الباقي هعوضه منين؟ قال لي عندي 15 كيلو وات باك اب الكتريك ريزيستنس. يبقى الفرق ما بين الاثنين ادي النيد الحراره اللي انت محتاجها النيد، ودي اللي جت منين؟ من السولر اللي انت خزنتها من السولر ستورج. يبقى الكيو اللي انت جبتها اللي انت محتاجها والكيو اللي انت خزنتها لما تروحهم من بعض يبقى ده الكيو اللي مطلوب الالكتريك هيتر. بس خد بالك الالكتريك هيتر ده بالباور، يبقى ده
كام ساعة كتايم هضربها في الكيو دوت بتاعة الالكتريك هيتر اللي هي 15 كيلو وات، يوم نعرف احنا هنشغله كام ساعة، ويبقى هي دي كمية الانرجي اللي احنا محتاجين نعوض بيها ونكمل على السولر عشان دايما البيت ده محتفظ عند درجة حرارة عند 22. ده اللي هو how long did the electric heater system هيفضل running at night. طب لو كنا شغلنا بقى الالكتريك هيتر طول الليل وما استخدمناش اصلا سولر، كان هيبقى الفرق قد ايه؟ ما هو معنى الكلام ده ان انا هستخدم ال 15 دي طول الليل، يعني 15 في 10 ساعات يبقى بنتكلم في 150 كيلو وات اور. شايف الرقم ده؟ قارن الرقم ده بالرقم اللي انت استخدمته قبل، هيطلع رقم صغير. مثلا استخدمتها 4 ساعات ولا حاجه، 3 ساعات ولا حاجه، يبقى انت كده وفرت في الطاقه، بدل ما نستخدم الطاقه الكهربائيه في التدفئه، طب ما انا ممكن اساعدها بالطاقه الشمسيه. طيب نيجي لي مساله كمان ثانيه، بيقول لي عندي بيستون سلندر ديفايس انيشالي عند 50 لتر يحتوي على ليكويد، اهو بيقول لي ليكويد ووتر عند 40 وعند 100 درجه مئويه. خد بالك 100 درجه مئويه ايه؟ 100 كيلو باسكال ايه؟ جيج، 100 كيلو باسكال جيج. يعني الرقم ده اصلا لو بتكلم على ستيت 1 واضح جدا ده كلوز سيستم اهو، فانا بتكلم على ستيت 1 عندي تي 1 وبي 1 معروفين. تي 1 ب 40، بي 1 بكام بقى؟ ب 200 كيلو باسكال. ليه؟ لان الجيج اصلا 100، يبقى هتجمع عليه كمان 100، يبقى انا كده عندي 200 كيلو باسكال، ده الابسوليوت. الفوليوم عند فوليوم 1 بكام؟ ب 50 لتر. لو ضربنا في 10 اس ناقص 3 هنحوله لمتر مكعب. ده كده ستيت 1. ماله بقى؟ البيستون ده هذا السيرفس اريا، مديني الاريا بتاعت البيستون، ويتحرك فري يعني مفيش فريكشن ولا حاجه. هنبدا نسخن. هيت از ترانسفير تو ذا ووتر ات كونستانت بريشر. طب ما طول ما انا ماشي المكبس ده عمال يطلع لغايه لما هيخبط في حاجه هنا ستوبس، شايف الستوبس دول؟ هيخبط فيه. بس ما هو بيطلع كده لغايه قبل ما يخبطهم كان دايما ماشي كونستانت بريشر، يبقى انا همشي من ستيت 1 بي كونستانت لغايه لما اوصل ستيت 2. فين ستيت 2؟ اهو يا دوبك تاتش بس الايه؟ الستوبس. ده ستيت 2. في اللحظة دي until the entire liquid is evaporized، في اللحظة دي ايه؟ كله بقى فيبر. يعني كان هنا هو اكس بتاع نقطة 2 بكام؟ ب 100% ب 1. بما انه كان ماشي كونستنت بريشر يبقى معناها ب 2 بتساوي 200 كيلو باسكال برضك. خد بالك ان الضغط الجوي 100 كيلو باسكال، وهم مع الوزن المكبس عاملين ضغط على الستيم بمقدار 2، يعني معناها المكبس لوحده وزنه عامل ضغط كام؟ 100 كيلو باسكال. طب والتمبريتشر؟ لا ما هو واضح انها اتغيرت، لانه بدا الليكويد ده يسخن يسخن وتحول لفيبر، وبعدين ها تحول الى تشينج اوف فيز، وفضلنا نسخن نسخن لما كلهم تحولوا الى ليكويد، سوري الى فيبر. يبقى ده تي 2 دي اكيد اتغيرت، دي اللي هي بتناظر، يبقى تي ساتوريشن اللي بتناظر بي ساتوريشن اللي بتساوي 200 كيلو باسكال. في اللحظه دي مالها الستوبس؟ انت وصلت بالظبط للستوبس. لو فضلنا بقى نسخن كمان تاني خلاص، احنا كده بنعمل بروسس كمان تانية اسمها في كونستانت. الستوبس دي هتمنع المكبس يتحرك، فهنوصل لستيت 3 اللي عندها بي 3 وتي 3 وفي 3. ايه اللي تعرفه عن في 3؟ انه بيساوي في 2. ستيم سخنته اكتر فدرجه حرارته هتزيد، طب ضغط 3 برضه ضغطه هيزيد، لغايه لما وصلنا لفين؟ لغايه لما وصلنا ل 5 بار. يبقى بي 3 هو ايه اللي اصلا ب 5 بار. عايز يعرف اول حاجه كانت كتله البيستون. طب ما سهله، احنا اتفقنا لما نيجي نعمل الفري بودي دايجرام للبيستون اهو 100 كيلو باسكال جايين من فوق، الوزن لتحت على الاريا هيبقى عامل بريشر ما احناش عارفينه بكام، والوزن ده اللي هو ام جي حاجه الجاذبيه، وهنا من تحت في ضغط الغاز اللي هو بيساوي 200 كيلو باسكال. يبقى انا عندي 200 لفوق هتساوي 100 ضغط لتحت زائد ام جي على اريا بيستون، يبقى الرقم ده كده ماس بتاعت البيستون عرفت اجيبها. عايز اعرف كميه الميه اللي كانت موجوده في الاول. طب ما انت مديني الفوليوم بتاع الميه ومديني حاله الميه، طب كول ده اهي، يبقى اروح جيب مين؟ سبيسيفيك فوليوم بتاعت الميه. طب ما هي تقريبا كام؟ 1 على 1000 يعني. يبقى لو ضربت الفوليوم 1
قسمته على specific volume 1 هجيب الماس اللي عندي. كده عندي جابة دي عرفت اجيبها. عايز الفوليوم until the piston is touching the stop. عايز اعرف الفوليوم الاخر كده عند V2 بكام؟ V2 بكام؟ طيب لو انا كده برسم علاقة ما بين نقطة واحد وبين اتنين. ادي T V diagram. ليه استخدمت V diagram؟ ان انا همشي اهو من نقطة واحد لاتنين اهو. ادي الضغط. من واحد لاتنين همشي من ضغط كونستانت. نقطة اتنين فين؟ اهي. فين التمبريتشر 1 اهو. فانا هفضل ماشي 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 درجه الحراره عماله تزيد وبعدين فيز تشينج لغايه لما وصلت نقطه 2. طب لو سخنت اكتر؟ لا انا ماشي بقى من 2 ل 3 عند الضغط الجديد اللي هو 5 بار كونستانت فوليوم. طيب هو عايز يعرف الفوليوم اللي عند نقطه 2 اجيبه ده منين؟ طب ما انت معاك الماس ومعاك الفوليوم سوري سبيسيفيك فوليوم 2 اللي هي مين بقى سبيسيفيك فوليوم جي اللي عند ضغط 200 كيلو باسكال اهي نقطه جي يبقى سبيسيفيك فوليوم جي. طيب دول معاك ومعاك الفوليوم. طب لو ضربناهم في بعض هتديني الماس. طب الماس عندي وسبيسيفيك فوليوم 2 عندي. المجهول الفوليوم عند 2 كده جبنا الفوليوم عند 2. خد بالك ان فوليوم 2 هو نفسه فوليوم 3. الماس واحده يبقى سبيسيفيك فوليوم 2 بيساوي سبيسيفيك فوليوم 3. حلو. يبقى انا لو رحت تداول السوبر هيت عند ضغط 5 ميجا باسكال او 5 بار سوري وفضلت ماشي على سبيسيفيك فوليوم لغايه لما لقيت السبيسيفيك فوليوم بتاعي اهو نفس السبيسيفيك كرقم بتاع نقطه 2 يبقى هي دي النقطه بتاعتي. انا عايز منها مين؟ انا عايز بس اجيب التمبريتشر فاينل اهو ادي رقم التمبريتشر تي فاينل جبناه. عايز رسم على تي بي دياجرام اهو احنا رسمناه. واضح كده يا شباب؟ الناس واضح انها ايه اصلا مش هنا. تمام يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. ادي 200 كيلو باسكال اهو. معاك انت مقلوب الدنست اللي هي السبيسيفيك فوليوم. فيبقى سبيسيفيك فوليوم جي هي دي اللي انت بتدور عليها. هي سبيسيفيك فوليوم 2. روح جداول السوبر هيت. دور على سبيسيفيك فوليوم بتساوي نفس الرقم. اهو افضل ماشي 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 ايوه اهي وقع ما بين ال 600 وبين ال 700 درجه مئويه. يبقى اذا من الانتربوليشن او الافرج يعني ممكن تقول تي 3 650 وخلاص. يجي لاخر مساله بيقول لي عندي كومبريسور. الكمبريسور ده محتاج باور عشان يضغط الغاز من 100 كيلو باسكال درجه حراره 280 كلفن الى ضغط 600 كيلو باسكال و400 كلفن. ما قالكش هنا ايزنتروبيك لانه مديك تمبريتشر. واضح ان في حاجه اختلفت. لو كانش كده كان اساب التمبريتشر دي مجهوله وقال لك ايزنتروبيك. حاجه كمان ثانيه بيقول لي في كيو خرجت من السيستم بس خد بالك بالوحده بتاعتها. لكل كيلو جرام بيخرج حراره 16 كيلو جول. عايز ايه بقى المساله دي؟ بيقول لي الماس فلوريت قيمتها معروفه والهيت لوس هو لكل كيلو جرام. عايز يعرف الكاتيك انرجي والبوتنشال انرجي نيجلكتد. طيب احسب لي الباور ده يبقى كام؟ اعمل ايه؟ ايه المعلومه اللي عندي؟ ما فيش قدامي غير كده. كيو دوت ماينس الباور هتساوي ها ام دوت في ايه؟ في سي دلتا تي في سي بي لان او دلتا اتش والنجلكت طبعا كانك انرجي بوتنشال انرجي لان هو قال النجلكت البوتنشال والكينتيك اللي هي سي بي دلتا تي تي 2 ماينس تي 1. طب ما انا عندي تي 1 وتي 2 والسي بي والماس فلويت عندي الباور ده اللي هو عايزها يبقى الكيو دي عوض عنها بكام؟ ممكن تقسم على ام نوت وتجيب الكيو سبيسيفيك. يا اما اشتغل كله على سبيسيفيك حلو اللي انت قلته ده يا اما خد بالي ان الكيو دي كيو سبيسيفيك يبقى انا هاخد هنا اضرب ام دوت في كيو سبيسيفيك. بس خد بالك الرقم ده لما تيجي تعوض عنه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الهيت بيطلع فلازم يبقى نيجاتيف. اه يبقى نعوض بنيجاتيف خد بالك لان دي انبوت للسيستم والاوتبوت دي اوتبوت من السيستم. وبالتالي كده احنا كده مركزين كده انتوا كده ايه مركزين اهو. اي سؤال يا شباب؟ دكتور معلش يا محاضره تقيله شويه. اه يا دكتور دلوقتي ممكن في البروجكت استخدم هيت انجن؟ ايه المشكله؟ اهم حاجه انك بتستخدم نفس كميه الحراره اللي هي في الشمعه. ممكن تلعب في الشمعه بمعنى ايه؟ مش تحط لها انت وقود لا العب فيها بشكل ما. فكر
ايه اللي انا ممكن ازود الريت، احسب الريت ازاي، ببعت لك كده هنت ازاي تحسب الهيت ريت بتاعها، ها اللي ممكن اعمله، فكر. كل الاوبشنز مفتوحه، كل الحلول موجوده، في واحد بيبيع عربيه مرسيدس، في واحد بيبيع عربيه كذا، في واحد بيعمل طياره، واحد كل الحلول موجوده، ولكن انواع حل انسب، هنلاقي حلول مختلفه كلها كويسه، وفي واحده تكلف اكتر، واحده تكلف اقل، مفيش مانع من ذلك. اهم حاجه تستخدم الحراره بتاعه الشمعه انها تتحول الى نوع جديد من الطاقه يقدر يساعد الجني ده الوزن بتاعه ده انه يطلع لفوق، بس هي دي اللعبه. لكن ما اجيبش انا حاجه من عندي، ما اجيبش مثلا اقول ايه اصل انا هجيب بتقل وانزله، طب هو ايه علاقه الشمعة بالموضوع بقى؟ صح. هجيب اسانسير واطلعه، ايوه اسانسير اشتغلته منين؟ اه شغلته بالكهرباء. جبت كهرباء منين؟ من الشمعه، حلو، حولت الحراره للشمعه الكهرباء، ماشي. حولت ستيرلينج انجن ولا هيت انجن ولا ستيم انجن، وات ايفر اللي قدرت منه في الاخر احول الهيت الى 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 حركه، ومن الحركه دي اخدها على بكره واطلعه، ماشي كله تمام. تمام. بس اهم قضيه من القصص دي بقى الا وهو ايه؟ انك تتعلم السكيل، تعمل اناليسيس، امسك بروسس بروسس واعمل لها اناليسيس، اقدر احول ما بين المعادلات اللي في ايدي وبين الواقع، واشوف الافشنسي كام، وايه اللي ممكن احسنه، وايه اللي ممكن احسبه، والميجرمنت، اقيس درجه حراره، اقيس كميه، اقيس السي ازاي، او احسبها ازاي، او اجيبها منين من الجداول. ده الهدف من وراء القصه دي، السكيلز، هننزل اشتري، اعرف معلومات عن حاجه جديده، اصممها ازاي، انفذها ازاي، طب ده هو البروجكت ده مستاهل ده كله، الفلوس اللي معايا دي تنفع، هل تكفي، عددنا كتير عددنا قليل. في ناس بتقول انه العدد لو كان اقل احسن، انا ما انا بقول مثلا 10، انا قلت 20 ليه؟ عشان يبقى التكلفه على ناس كتيره ما يبقاش في مجهود مادي على حد، لكن تمام. لو واحد عايز يعمل لوحده انا ما عنديش اعتراض، ما اعترضتش. تمام تمام اوكي. اي اسئله يا باشمهندسين؟ دكتور الامتحان ام سي كيو صح؟ ان شاء الله. كم سؤال بقى؟ زي ما انت عايز 25. لا هو زي ما انا عايز. الفاينل ولا دوت؟ لا المتر. المتر انا لسه كنت الفاينل على 20 درجه. كم؟ ثانيه هو الفاينل هيبقى ام سي كيو. برضك ما فيش وقت. اصلا ماده زي دي ما يناسبلهاش ام سي كيو. طب وال 600 ورقه صححهم امتى؟ ما هي لائحه 2018 عايزه ان انت طبعا اكيد مش البروفيسور الوحيد، اكيد في بروفيسورز تانيين و...